تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على القناة الوطنية الأولى في برنامج مع الناس. معكم اليوم مع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، شنكونوا معكم في ساعتين من زمان من 6 ل 8 نحكي في علاقة بجلسة عامة لمنح الثقة لحكومة السيد حبيب الجملي، الحكومة المقترحة. وإلى حد الآن يطرح السؤال، هل سيتحصل سيد حبيب الجملي على 109 صوت؟ الأنباء إلى حد الآن غير واضحة، الاحتمالات ماهيش واضحة، كل السيناريوهات ممكنة إلى حد هذه الساعة. وبش يكون عنا ربط مباشر من مجلس نواب الشعب مع الصحفيين زياد حسني وأيضا جيهان الويتي، حتى ناخذوا أكثر ما يمكن من تصريحات ومعلومات مباشرة من مجلس نواب الشعب بباردو. بعد قليل أيضا نتحدث أكثر ما يمكن في السيناريو القادم، إذا كان لم يتحصل السيد حبيب الجملي أو لا تمر هذه الحكومة المقترحة اليوم. وللتحليل يحضر معنا ضيوف ويحضر معنا الناشط السياسي السيد أحمد نجيب الشابي. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة، وأنا سعيدة بحضورك معنا الوطنية. شكرا سي نجيب. ويحضر معنا أيضا للتحليل محمد صاحبي الخلفاوي باحث العلوم السياسية، مرحبا بك. وأيضا سي صاحبي بن فرج الناشط السياسي، مرحبا بك أيضا معنا في التعليق والتحليل. بعد قليل نحكي أكثر ما يمكن في الجلسة العامة، وأكيد تابعتوا منذ هذا الصباح البيان الأول لسيد حبيب الجملي، الكلمة وكل ما جرى في الجلسة العامة منذ انطلاقها اليوم على الساعة 10 صباحا. وفي هذا التقرير مع زميل وجيه النمر باش نلخصوا كل ما ورد تقريبا في خطاب السيد حبيب الجملي، ثم ننطلق في الحوار. انطلقت اليوم الصباح في مجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، والبداية كانت بتقديم رئيس الحكومة المكلف البرنامج عمل حكومته. في المجال الاقتصادي أكد الجملي ضرورة التعجيل بالقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني واستعادة سلامة التوازنات المالية، بالإضافة لدفع الاستثمار وإطلاق المبادرة الخاصة وتحريرها واسترجاع نسق النمو عبر خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل وإرساء منوال تنموي جديد. وطالب الجملي مجلس نواب الشعب باعتماد إجراء استثنائي في الفترة النيابية الحالية يتعلق بتمكين رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية على أساس الأوامر الاستثنائية، بهدف اختصار الأجال والإجراءات ما يمكن من إعادة الثقة للمستثمرين في الوجهة التونسية كوجهة آمنة ومحفزة للاستثمار. إن استرجاع نسق النمو وتثبيته في مستويات مرضية بهدف خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل وتحقيق الرفاه والرقي الاجتماعي للتونسيين والتونسيات يستدعي منا اليوم القطع مع المعالجات الظرفية والبدء في إرساء منوال تنموي جديد يعتمد على إرادة قوية لدعم المبادرة الخاصة وتحفيزها، ولكن أيضاً يعزز دور الدولة الريادي في مجال الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة المرافق الجماعية والبنية الأساسية الضرورية. كما قال لحبيب الجملي أنه باش يتم إحداث وكالة وطنية للتحكم في الدين العمومي، مهمتها هي الحد من تفاقم ديون الدولة التونسية. وأكد أنه من بين الإجراءات اللي باش تقوم بها حكومته هي ترشيد التوريد وتقليص العجز التجاري، بالإضافة لدعم المنتوجات الفلاحية والصناعية التونسية، وتحدث على ضرورة إصلاح المنظومة الجبائية. وطرق الجملي لظاهرة ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وقال إنه من بين الإجراءات المقررة في المجال هذا وضع اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار تحت الإشراف المباشر رئيس الحكومة، بالإضافة لإحداث فرقة مختصة صلب وزارة الداخلية لضمان المراقبة الاقتصادية ومقاومة الاحتكار. إن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية بالوفرة المطلوبة والانتظام المطلوب والحد من الارتفاع المشط للأسعار ومقاومة ظاهرة الاحتكار من الأولويات الأساسية التي سنسعى إلى تحقيقها باعتبار تأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للتونسيين وفي مقدمتهم ضعفاء الحال ومتوسطي الحال.
كما تعهد لحبيب الجملي بالعمل على مقاومة الفقر والنهوض بالفئات الهشة وإرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، وتحدث على أحداث صندوق وطني لمعالجة الفقر باش تساهم فيه الدولة بنحو 200 مليون دينار. وفي كلمته اليوم في مجلس نواب الشعب أكد رئيس الحكومة المكلف أن مقاومة الفساد باش تكون من أولويات حكومته، وتعهد مضاعفة القدرات البشرية واللوجستية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإقرار مبدأ التفرغ لقضاة القطب، بالإضافة للتدقيق في عدد من الصفقات العمومية اللي تتعلق بها شبهات فساد. نسق مكافحة الفساد والرشوة لا بد أن يتسارع، وإننا لعاقدون العزم على ذلك حماية لاقتصادنا ومجتمعنا والحد من استنزاف مواردنا، وسنسعى إلى ترسيخ مكافحة الفساد كثقافة عامة وسلوك مجتمعي يربى عليه الأفراد منذ الطفولة. هذا وكان أكد لحبيب الجملي أن حكومته تتكون من كفاءات مستقلة تقف على نفس المسافة من مختلف الأحزاب السياسية. تقريبا هذا أهم ما جاء في البيان الحكومي. أستاذ أحمد دجي بشابي، تابعت أهم النقاط العريضة اللي ذكرها سيد الحبيب الجملي اليوم في عرض ما يمكن أن تقوم به الحكومة القادمة في برنامج، لكن هو يعتبر الخطوط العريضة. تحدث عن استرجاع نسق النمو، تغيير المنوال التنموي، ثم مكافحة الفساد وتدعيم القطب القضائي والمالي، عديدة هي المسائل التي ذكرها. هل بهذا البرنامج ممكن أن يقنع المترددين؟ هل كان خطابا للمترددين اليوم؟ أنا استمعت بكل انتباه الخطاب اليوم عن طريق الإذاعة، ولاحظت شيئين. أنه في الأول في التشخيص متاع الوضعية الاقتصادية كان دقيق، وفي الاتجاهات العامة متاع معالجتها يعني يحمل إلى الأمل، على الأمل، لكنه بالإطالة ذوبها في مجالات متعددة يكاد يسري عليه القول، وفي الكتاب ما فرطنا من شيء، بحيث أنه حتى قوة التركيز عند المستمع تضعف ويتضح اللي ما فيهش أولويات، وبالتالي ما نشوفوش الرؤية. هو الشبيه بالخطب اللي كانت قبل الثورة، فيها كل شيء وقايمين. ماذا كان يبحث سيد الحبيب الجملي؟ ماذا كان يبحث؟ ما نعرفش ماذا كان يبحث. إقناع المترددين في اللحظات الأخيرة، الساعات الأخيرة؟ هو اجتهد باش يقدم ويعرض برنامج. ففي الحقيقة هذا البرنامج كان ينقص تركيز وتحديد الأولويات، وبالتالي جاء عام فضفاض ولا أقرب إلى الوعود منه إلى البرنامج. هذا أنا شخصيا مريض، والمثال الفرنساوي يقول توسكي دوترو أفيبلي، كل ما هو زائد على الحاجة يضعف. وشفت أن الإطالة والتطرق لكل المجالات دون استثناء ما يبعثش على الاعتقاد بأنه فما إضافة في هذا الخطاب. أستاذ نجيب الشابي، حسب رأيك ما كانت أهم الأولويات كان ممكن يذكرها لحبيب الجملي ويلخص ومعني ينقص على نفسه الإطالة اللي تحدثت عنها؟ والله أنا أعتقد أن أول ما يفترض في قائد سياسي أن يكون عنده رؤية، سمعته وين يحب يوصل، لأنه الإنسان إذا كان يخرج من هون يحب وما يعرفش وين يمشي باش يقعد يدور حول نفسه. أنا في رأيي تونس عندها ثلاثة تحديات كبرى. تونس أصبحت في مؤخرة الدول من حيث المعرفة، ورجعنا إلى حالة من الأمية قياسا لوضع العالم. إذا كان تونس ما تحطش أولويات الأولوية في الاستثمار المادي واللامادي في التعليم، وتعمل أسوة بالدول الصاعدة اللي نجحت كما كوريا، كنا فرد مستواه وما في مستوى احنا في المستوى. إذا كان ما تصيرش ثورة في التعليم والتكوين والبحث العلمي باش نقعدوا خارج الجاذبية الأرضية. اثنين، تونس في أشد الحاجة إلى يعني معالجة الفجوة بين الجهات والفئات. هذا يتطلب استثمار كبير في التنمية البشرية، يلزم أن تتوفر الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المناطق، يلزم المدرسة تكون في مستوى المتطلبات، الاستثمار في البنية التحتية للنقل إلى آخره. هذه كذلك مهمة
كبرى، هذوم زوز مهام راهم ما تعملوش في 5 سنين، هذاك علاش نتكلم على رؤية، شيء منهم نعملوه في 5 سنين، وكان ما نبداوش. ثم اليوم الميزة التفاضلية متاع الإنتاج التونسي ما عادش ينجم يقوم على اليد العام المنخفضة الأجر كيف ما كان إلى حد الآن، نعمله على التصدير وما عندناش قيمة مضافة. إذا كانت منتوج تونسي ما يعملش قيمة مضافة عن طريق إدماج العلم والمعرفة في الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي أو الخدماتي، باش نقعدوا أيضا في مؤخرة الأمم. ففي إطار هذا تتعالج الوضعية. الوضعية اليوم في اعتقادي أكثر ما تشكو منه هو غياب الاستثمار. الاستثمار منذ الثورة إلى اليوم هم مشاء، بينما الاستثمار هو اللي يخلق الثروة وهو اللي يسمح لصندوق الدولة باش يجمع إمكانيات جديدة، ما يقعدش يهز ساق تغرق الأخرى وإلا يمشي إلى الاقتراض. هناك قضايا شائكة كما قضية الفوسفات، ما عادش ممكن تونس باش تتحمل هالخسائر الكل لو كان الفوسفات لقى الحل نتاعو من عام 2011 ما كناش يعني نوصلوا. استاذ نجيب احمد نجيب الشابي، اليوم عديده هي الملفات الحارقه التي ستوضع على طاوله الحكومه القادمه، وسيد الحبيب الجملي اليوم وقت قدم بيان الحكومي كان بعد مشاورات عديده على لقاءات عديده جمعت منظمات وطنيه، شخصيات وطنيه وغيرها، هل كان لك لقاء مع السيد الحبيب الجملي؟ هل قدمت له بعض المقترحات أو الأفكار التي كنت تتحدث عنها الآن؟ بالفعل وقع لي لقاء هذا الأسبوع بعد تشكيل الحكومة والحمد لله، وتناقشت معه وطرحت له الأولويات كيف ما أراها شخصيا، وتكلمنا في مختلف جوانب الوضع الحالي، وكان يستمع وكان يبدو عليه شيء من السكينة والثقة في النفس، بحيث خلى لي انطباع شخصي باهي. ولكن قلت له بأنه بناتنا الوطن إذا كان باش تمشي في الطريق الصحيح وتبدي مقدرة على معالجة الوضع يكون من اللاوطنية مساندتك، ولكن كان تمشي في الطريق الخطأ أو ما تكونش عندك الإمكانية لمعالجة لرفع التحديات اللي تهدد البلاد التونسية فتكون من اللاوطنية أيضا أني نساندك. فتقريبا هذا، ما نعرفش هو لم يكن الإعلام حاضر وما كنتش نحب نتكلم عليه هذا اللقاء، ولكن مدام أجبرتني فهذا ما تم. لكن كان اللقاء في الأسبوع هذي ما كانش لك تصريح إعلاني بعد اللقاء سيد الحبيب الجملي، فقط كان هو الاقتراحات اللي قدمتها للسيد الحبيب الجملي. هل هناك معناها هل خذي من جزء من الاقتراحات؟ هل ذكر جزء من اللي تحدثتوا فيه ولا لا؟ ما نعرفش، نتصور انه خطابه كان حاضر لاني انا شفته هذا الاسبوع يعني فمن 3 ايام، تصور انه خطابه كان حاضر كان جاهز معناها قبل الوصول. لقيت بعض التقاطعات مع الشيء اللي قلت له، لذلك قلت لك بدايه الخطاب اللي هو على الوضع الاقتصادي كان فيه تشخيص دقيق، ولكن فيما بعد يعني لم أجد أولويات، لم أجد برنامج، لم أجد رؤية، فما مسح لكل المشاكل التي تعترضها تونس اليوم. سنعود للحديث أيضا بعد قليل، إذا كان بعد قليل يكون على ربط مباشر من مجلس نواب الشعب، واليوم استثنائيا مع الناس باش تكون ساعتين من زمان حلقة خاصة متابعة للجلسة العامة لمنح ثقة للحكومة المقترحة. محمد صاحبي الخلفاوي الباحث في العلوم السياسية، الآن عدم وضوح الرؤية كيف يمكن قراءته اليوم في المشهد؟ يعني من المفترض حتى بعض المختصين يتحدثوا يقول لك انه يمشي السيد الحبيب الجملي، هو متأكد الآن السيد الحبيب الجملي غير متأكد من مرور الحكومة نتاعو ب 109 اقل، معناها 109 على الأقل او اكثر. الى حدود تكوين الحكومة رينا ردود فعل اوليا بعد التشكيل الإعلان على التركيبة نتاعها، في إطار أنه تقريباً باش يكون فما بالضبط عدد النواب اللازمين. حصل حدث مهم في وسط الأسبوع هذايا، هو تغير موقف قلب تونس من الحكومة هذية. نتذكر أنه التصريحات الأولى متاع قيادات قلب تونس كانت مساندة أو تعبر على رضائها العام على التركيبة هذية مع بعض التحفظات، ثم تبدل الموقف. اليوم هذا المعطى الأساسي المهم في تغيير الموقف، هل كان له علاقة بلقاء مع تحية تونس؟
شوف الامور ما تصيرش الصدفه ماهيش هي ما تنجمش نفسروا بها كل شيء، وما نجموش كملاحظين من خارج العمليه هذه انه ما نربطش انا على الاقل ما بين التغير نتاع موقف قلب تونس وما بين ما كنا نتصور انه لا يمكن ان يحصل لقاء، مش ما بين قلب تونس وتحيا تونس، لا لقاء ما بين نبيل القرمي ويوسف الشاهد اللي هما قالوا في بعضهما ما لم يقله مالك في الخمر في مدة الانتخابات الرئاسية. نتذكر أنه تم تشبيه يوسف الشاهد بهتلر وأنه تم التعامل مع نبيل القرمي على أساس أنه الكابوني يعني أو بابلو إسكوبار. يعني هذا ما تنجمش تفصل الحدثين على بعضهم، تغيير الموقف واللقاء، شنية اللي سبق صاحبه ما نعرفش، ولكن هناك تغير أساسي في موقف قلب تونس، تخلي عن دعم النهضة إلى حدود تصريحاتهم اليوم الصباح. قيادات بعض القيادات اليوم سمعت التصريحات نتاعهم من قلب تونس يحكيوا على أنه ما همش في صوته للحكومة سي الحبيب الجملي، وبالتالي ما بعد شنية اللي نجم يصير الليلة وشنية قاعد يصير توا، وهل أنه في المفاوضات فن الثنية ماشية، وهل انه الناس الكل مستعده باش تمشي للخيار نتاع انه يتولى رئيس الجمهوريه تعيين شخصيه قاده باش تكون الحكومه، هل الناس الكل مستعده لدفع هذا الثمن؟ هذه التساؤلات اليوم قاعده تصير اعتقد انها في اروقه مجلس نواب الشعب او خارج مجلس نواب الشعب. المفاوضات نتاع الساعات الاخرانيه هذه هي اللي باش تحدد، ولكن نحب ناكد على نقطه مهمه، لما ما تحطش مرشح لرئاسه الحكومه عنده تصور سياسي، عنده فهم سياسي للتوجهات العامة الكبيرة في البلاد ولكن أيضا للتوازنات السياسية، المصير يكون هذايا هو أنه في ظل تشتت المشهد البرلماني ما نعرفوش هذه نتصور أول مرة ندخلوا بحكومة المجلس. هل هي سابقة في العمل السياسي؟ لا صارت من قبل، ولكن برشا حكومات تعدت على المجالس وما خذتش الثقة، خاصة وقت تبدأ المجالس فرتة ومتفكة كما المجلس متاعنا. ولكن أي رئيس حكومة قبل ما يدخل للمجلس ويعمل خطاب طلب بالثقة من أعضاء المجالس النيابية بصفة عامة يكون ضامن حد أدنى من التوافق حول حكومته اللي يضمن له هذا. غياب الجانب السياسي، غياب الصبغة السياسية على سي الحبيب الجملي، لم يعرف بنشاط سابق أو بمعرفة سياسية دقيقة لا بأولويات البلاد كما كان يتحدث الأستاذ نجيب الشابي أو كما أو بالتوازنات الموجودة في الساحة السياسية اليوم. هذا هو المصير العادي لشخص ماهوش متسيس في الأخير. ولا أستاذ سيد صاحبي مفرج وأنت تحضر معنا اليوم كمحلل سياسي بعيدا على العمل السياسي في حد ذاته، لكن مهم نظرتك وأنت بعيد على العمل الحزبي الآن وترى في المشهد هذا، وأكيد تعرف بعض من الكواليس المشهد اللي قاعدين نراه فيه اليوم، اجتماعات حتى أثناء الجلسة العامة اليوم هناك اجتماعات غير معلنة داخل المجلس أو خارج المجلس في علاقة بالتصويت، كيفاش نجمو نقراو المشهد الحالي؟ معناها الجلسة اليوم، الخطاب نتاع رئيس الحكومة، الجو اللي صاير، التردد، عدم الثقة، أنه معناها ما عندناش حتى تأكيد أنه الحكومة هذه باش تعدى وما تعداش، يظهر لي معناها نقطة القمة نتاع أزمة نتاع منظومة سياسية كاملة. كي يقولوا منظومة سياسية كاملة راي بأحزابها وشخصياتها ونظام الانتخابي ونظام السياسي، معناها تتجلى اليوم في المشهد هذا. معناها من غير الطبيعي انه حكومه تمشي للمجلس وهي ما تعرفش روحها باش تعدى وما تعديش. ازمه شنو مثلا؟ المفروض الاحزاب لما تربح الانتخابات ولما تتشارك في الانتخابات بقطع نظر تربح ولا ما تربحش، قبل ما تخرج الانتخابات تكون عندها بنك نتاع معلومات او بنك نتاع شخصيات تعرف في الحاله انها باش تكون هي في الحكم من سترشح ليكون رئيس الحكومه، في حاله ما اذا ستختار شخصيه من غيرها في ايضا عندها من البروفيل وعندها اربع خمسه شخصيات تختار منهم حسب اللي موجود. اليوم حركه النهضه لما ربحت الانتخابات او لما عطاها الدستور عطاها اخذت المرتبه الاولى اللي خول لها الدستور انها باش تعمل انها باش تعين رئيس الحكومه. معناها وقعت في ارتباك ووقعت في معناها في حسبيس، وقعت في مشكله انها ما تنجمش تعين شخصيه او ما حبتش ولا ما نجمتش في نهايه الامر ما عينتش شخصيه من صفوفها لانه تعرف انه ما تقدرش تلقى تحالفات مع احزاب ممكن تتحمل فاتوره تشكيل حكومه معها، والناس في اذهانهم التجربه نتاع الترويكا والتجربه نتاع نيدا تونس والتجربه نتاع تحيا تونس اللي وصلت انه هذه الاحزاب اهترأت واندثرت، فبالتالي
فضلت حركة نهضة أن ترشح شخصية مستقلة قريبة من حركة نهضة ولكنها مستقلة، وتم معناها الميكانيزم الآلية اللي تم اختيار بها، معناها آلية حقيقة معناها ما تنجمش تترقى إلى مستوى اختيارات نتاع شخصيات اللي معناها يستجيبوا المرحلة. تم الاختيار على سي حبيب الجملي وكأنها تبرأت منه حركة نهضة، حطته معناها في قصر الضيافة. يبدو أن هناك شق من حركة نهضة اللي هو التف حول سي حبيب الجملي، وبالتالي ولينا عندنا معناها ولات عندنا حكومة أو تأثير نتاع جناح من أجنحة حركة نهضة على حبيب الجملي على مستوى السياسات وخاصة على مستوى التعيينات وأيضا حتى على مستوى قيادة المفاوضات، ولم تحط به لا إعلاميا ولا سياسيا ولا على المستوى الشخصي. وفي الأخر بكل خليته تقريبا تيل شهر وهو يلتخ في رأسه معناها في الموضوع هذا، ثم بقدرة قادر تم التحول من حكومة كفاءات سياسية إلى حكومة ما بين معقفين ثورية. ما نعرفوش علاش اتعملت وما نعرفوش علاش اتنحات، لأنه معناها تحط هو سي الحبيب الجملي تحط في أنه يستجيب لهذه الحكومة الثورية. ضيع جمعة والعشر أيام بدل قال ياخذ الابليكاسيون نتاعو التطبيق اللي يخدم بها تبدلت كومبليتمون. بعد 10 أيام أو بعد جمعة وعشر أيام تتفضل الحكاية نتاع الثورية ونرجعوا لحكومة كفاءات، وبعد هو قال كفاءات غير متحزبة اللي هي تقريبا معناها غير مستحيلة بالنظر لأنك أنت باش تعمل حكومة من مجموعة أحزاب أو من مجموعة معناها كتل نيابية، فيلقى روحه في مشاكل. هذا بخلاف انعدام الرؤية، لأنه أيضا المفروض أن المرشح متى الحركة أو مرشح متى أي حزب يحكم أنه يكون عنده رؤية الحزب، وإذا احنا تحنا فيه طب مش كان على حركة نهضة بقد. احنا وقت كنا في تونس أيضا ربحنا ب 86 نائب وخرجنا للشعب التونسي بشخصية مستقلة ما عندها حتى علاقة بحزب حركة نداء تونس اللي احنا شاركنا به في الانتخابات. فبالتالي نعاودوا في نفس الأخلاط. الخطأ هذا يضر كبير ياسر، لأنه حركة نهضة جابت كان 50 ومش قادرة أنها تتحكم في المشهد، مش كما مر اللي فات وقت كان احنا عندنا 80 أو 86 والنهضة عندها 70. يعني لم تستعاد الأحزاب من التجارب السابقة، وأنت تتحدث من موقع صاحب تجربة. أنا من مو تعرف السياحة الحزبية ساعات تعطيك منها امتيازات، معناها عملت كذا تجارب حزبية وشفت معناها كيفاش تخدم. يعني هل هو نوع من النقد الذاتي إذا كان نجم نقول؟ لا، شو هي المشكلة معناها كي ينقد الإنسان ذاته أو العكس، ما نجم نتقدموا إلا لما ننقدوا ذاتنا. لكن أنا خذها من ناحية الفدلكة، ولكن ثلاثة تجارب اللي عشتهم شفت الأحزاب كيفاش تخدم معناها، وحتى نطلع على التجارب نتاع الزملاء نتاع الأصدقاء. بكل صراحة ما عندناش أحزاب بالمعنى المؤسسات للكلمة، وناخذوا المثال نتاع حركة بما النهضة. فيهم حركة النهضة، هل الانشقاقات أيضا تطال هي الحركة اليوم بعد اجتماع مجلس الشورى البارح؟ هو التعاسة أنه المثال اللي باش ناخذه لك هو حركة النهضة، حزب عنده 40 سنة وعنده مؤسسات وعنده قواعد وعنده معناها مهيكل، ولكنه في السموم خيشوم هو شنو حياه الحزب، انه يخلط للسلطه. وقت اللي يخلط للسلطه ما يعرفش يعين. وقت اللي خذا السلطه في 2011 وشارك في السلطه في 2014 ما عرفش يحكم. يا اخي احنا اللي وصلنا له هنا البيلون تاع 9 سنين هذوما مشاركه فيهم حركه النهضه كحركه حاكمه، معناها كسلطه حاكمه. فبالتالي هذا هو المثال اللي نقول لك احزابنا للاسف الشديد اللي شاركت فيهم واللي ما شاركت فيهم ما هيش مؤسسه على انها تنتج الكفاءات، انها تأطر الجماهير، انها تقنع الشعب، وانها لما تخوض امتحان السلطه عندها اليات النجاح. انا نقول لك اكد لك فما وزراء يتم اختيارهم بالتليفون، شو رايك فيه هذا نتاعنا مش نتاعنا باهي مش باهي كذا، والسيد اللي يجي ياخو ان ديبارتمون ولا ياخو وزاره معناها يبدا ما يعرفش واش باش يعمل وما يعرفش الحزب باش طالب منه. ثم يعبي الديوان نتاعو بناس يحتمل ما عندهم حتى علاقه بك العمل هذاك ونقعدوا. هذا ما تروح حتى في الاسماء المقترحه اليوم كي تراهم، معناها كي تعرف عدد من الاسماء اليوم مقترحه؟ والله ما سيد الحبيب الجامع ما فكرتش في الموضوع، اما متاكد اللي هو متروح، يعني متاكد نعرف فما اسماء تم اتصال بهم قبل باربع ايام خمس ايام وتم توجيههم باش ياخذوا الديبارتمون. معناها أستاذ نجيب شابي ذولي في التحليل اليوم سي صاحبي من موقع معين تحدث على مسألة الانشقاقات داخل الأحزاب وغيرها، الأستاذ أيضا يقول لك اليوم فماش رؤية واضحة للأحزاب اليوم بما فيهم حركة النهضة واجتماعهم البارح مجلس الشورى لآخر اللحظة كانت هناك خلافات جدية داخل الحركة في علاقة بدعم سيد الحبيب الجملي اللي من المفروض هو مكلف من الحركة ذاتها. أنا في بالي الأزمة اللي احنا نعيش فيها تطرح مشكل النظام السياسي. يظهر لي النظام البرلماني اللي دخلت عليه تونس في 10 سنوات الماضية أثبت الفشل متاعه. اليوم
المشهد البرلماني متشظي، التوتر هو سيد الموقف، اعتصامات داخل المجلس من الشهر الأول، احنا عندنا 3 شهور توا مرت على الانتخاب، من الشهر الأول دخلنا في الفوضى، وما يسمى بالمفاوضات حول تشكيل الحكومة كانت إلى حد اللحظة مناورات. مش معقول مؤسسات حزبية تخرج وتعمل بيانات وتوري علاش باش تاخذ الموقف هذا، واحنا نتكلموا اليوم وما نعرفوش في الساعات القليلة اللي بقات تفصلنا على التصويت على الحكومة، يا ترى هما متمسكين بالموقف هذاك أو أنه في الكواليس وفي البيوت المظلمة أو المغلقة وصلوا ولا ما وصلوش إلى تسويات تخدم مصالحهم الحزبية لا غير. وهذا اليوم ما تروح فالنظام السياسي فقط في نفس عذرا أستاذ نجيب، لكن في نفس الفكرة اليوم قلت مناورات، إلى أي مجال مسموح بهذه المناورات في العمل السياسي؟ أنا في رأيي مش معناها مسموح بها كآلية من آلية التفاوض الثانوية، أما الأصل تجاوزت الحد الآن، تعرف ماذا تريد وتعرف من يفاوضك ماذا يريد وتعرف إلى أي درجة نجم تلقى تسوية معه من أجل الخروج بمبادرة ما. أما إذا كان هالشيء غايب والعلاقات يعني تقريبا كل يوم تتغير، مرة هاو بش يعملوا مع بعضهم، مرة ما همش بش يعملوا، مرة هذوما شياطين ما نقربوا لهمش وهذوم ثورين بش نعمل معهم ثورة حكومة إلى آخره. عشنا شهرين متاع تدمير أعصاب، لأنه الناس الحكومة بالنسبة لها مسألة هامة وتحب تطمئن على بلادها وما شافت حتى عنصر تجاوزت الحد. حبيت نقول أنه النهضة راو مش اختيار، راو اضطرار، راو عندها ربع أعضاء المجلس ما تنجمش تشكل حكومة، يلزمها تكون عندها أغلبية أعضاء المجلس، ومن أجل ذلك لابد لها أن تقيم تحالفات. لو كان جات النهضة واضحة ولا تناور كان عندها خيارين، إما خيار ما تسميه بالحكومة الثورية مع أطراف هي تخشى أن لا يكونوا مستقرين وأن يبعثوا برسائل سلبية إلى الخارج، هذا واقع، أو كان عليها باش تعمل حكومة وسط مع تحية تونس وقلب تونس وتكون أكثر استقرار وأكثر قبول خارجي. لكن هي شيطنت قلب تونس إلى درجة أنها أصبحت ما هيش قادرة على إدماجه، ولما وقعت تسوية معه وقعت تحت الطاولة وتحت الغطاء. أنا اللي حبيت نقوله أنه النهضة فقدت ولا زالت قاعدتها الانتخابية تتهاوى، والمشكل يعني الأحزاب الأخرى انغراسها كان ضعيف، أما النهضة اللي كان عندها انغراس وكانت عندها لحمة إيديولوجية بسبب أخطائها المتكررة المجتمع التونسي يعاقب فيها مرة بعد مرة، وبالتالي هي مازالت الفريق الأول من بين الفرقاء السياسيين لكن تمثيليتها ضعفت إلى آخر درجة. نحب نركز بأنه النظام البرلماني اللي مشات عليه تونس بين الفشل نتاعه مش في تونس فقط، نحب نذكر إلى زوز تجارب الآن جارية تحت عيوننا في العراق، مطلب الشعب توا يتظاهر منذ شهرين ويقدم الأموات كل يوم، هو لا نريد نظام البرلماني ونظام الأحزاب ونريد نظام انتخابي جديد يقوم على الدائرة الفردية ونريد أن نختار رئيس تكون عنده صلاحيات واضحة. احنا نظامنا قائم على ازدواجية، الرئيس مشلول ما عندوش صلاحيات يتفرج، والسلطة التشريعية متشظية والحكومة مصيرها غير معلوم. فأنا في رأيي الأزمة هذه تطرح علينا في المدى المتوسط أن نفكر جيدا في تعديل الدستور والخروج إلى نظام رئاسي ديمقراطي يستجيب أكثر. يعني تعديل الدستور، ومنذ يومين تقريبا رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد تحدث في تصريح من القصرين في علاقة بتعديل الدستور وأيضا تعديل القانون الانتخابي، والسيد في القانون الدستوري قالوا ممكن التوقيت التوافق الواسع، كل هذا مطلوب اليوم حتى نتحدث على تعديل الدستور. لكن فقط أريد رأيك سي نجيب الشابي في علاقة بالسيناريو الثاني، المرور إلى حكومة الشخصية الأقدر، السيناريو الثاني اللي هو اليوم ممكن بعد ساعات يكون مطروح على المشهد الحالي. بالضبط، كلامك دقيق
ما نجم كان نعملوا احتمالات على حسب الظاهر من الأحداث. الاحتمال الأقرب أنه غدوة باش نكونوا في السيناريو نتاع حكومة الرئيس. هي ما هيش حكومة الرئيس، وإنما الدستور يعطي للرئيس باش يختار الشخصية الأكثر كفاءة الأقدر بعد التشاور مع المكونات السياسية. لكن هل يحمل مخاوف ربما؟ علاش الخوف من السيناريو الثاني؟ أنا ما خافش، ولكن هاو باش نقول لك فما درجة من الخوف. هو شنو مطلوب لتونس حسب رأي حكومة الإنقاذ؟ سواء عملناها في السيناريو هذايا اللي باش يبدا غدوة إلى بدا، ولا باش نعملوها بعد، لأنه الأزمة ماشيين لها ماشيين لها. لأنه إذا كان ما نختاروش شخصية كفء، شنو هي شخصية كفء؟ الشخصية هي اللي عندها رؤية وتعرف شنو هي أولويات البلاد، وعندها مقدرة على تعبئة الناس، على تعبئة النخبة السياسية وتعبئة المجتمع من وتعبئة الموارد المالية من أجل تحقيق هاك البرنامج. فيلزم الاختيار المقياس نتاعو تكون كفاءة، وتبارك الله الأكفاء موجودين في تونس بكثرة، ولكن ما يكونش اللي يتجاوب معايا ذاتيا أكثر، واللي هو أقرب لي إيديولوجيا أكثر، لأن باش نرجعوا إلى نفس الوضعية. تحديات عظمى أمام البلاد التونسية، إمكانيات تكاد تكون معدومة، والأشخاص اللي شكلوا الفريق الحكومي معناها مطعون في قدرتهم على القيام بالمهمة. فحكومة الإنقاذ في بالي إذا كان رئيس الجمهورية ما يتوجهلهاش، يلزم النخب السياسية والنخب في المجتمع المدني خمم في حكومة إنقاذ وطنية تناقش من أجل مبادرة لإنقاذ تونس على أساس خارج طريق توضحها مع بعض. باي باش نمشيو مع بعضنا إلى مراسلة مباشرة مجلس نواب الشعب مع زياد حسني حتى ناخذوا أهم المعطيات الكواليس، خاصة في علاقة بالجلسة العامة. مساء النور زياد، مرحبا بك. مرحبا الهيم. مرحبا. إلى حد الآن ما زالت الرؤية غير واضحة في علاقة بعدد الأصوات لحكومة السيد الحبيب الجملي المقترحة. تتوصل الجلسة العامة الهام للتصويت بمنح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. الجلسة العامة ما زالت متواصلة بمداخلات النواب. الحقيقة إلى حد اللحظة ما نجموش نحكيه أو نعطيه رؤية واضحة بخصوص ما إذا كانت الحكومة المقترحة ستتمكن من نيل 109 من الأصوات، على الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة المكلف أنه باش يتحصل على 109 من الأصوات اللازمة لمنح الثقة للحكومة. احنا معنا السيد رئيس كتلة تحيا تونس السيد مصطفى احمد. مرحبا سي مصطفى. اهلا بك. اهلا، مرحبا بك. مرحبا. يبدو انه الجلسة العامة الى حد الان لم تتضح معالمها. نحن اليوم لاول مرة تقريبا في جلسة عامة لمنح الثقة، مش واضح اذا كان باش يتم تمكين رئيس الحكومة المكلف من 109 من الاصوات. لا، هو معنا ما يمكن تتضح الا بعد التصويت، لكن اذا كنا اعتمدنا الاعلانات اللي قدمتها الاحزاب الكتل فان الحكومه هذه لن تمنح الثقه، فان تقريبا اغلب الكتل، مش تقريبا اغلب الكتل ما عدا كتلتين هما اللي افسحوا على دعمهم للحكومه. كل الكتل وكل التدخلات هي ماشي في اتجاه واحد، ما هذا ما يمنعش الا يبقى التصويت هو اللي ياكد او ينفي ذلك. هذا حسابيا. سياسيا هل هناك بعض الاتفاقات ربما الجانبيه اللي ربما تنقذ الحبيب الجملي ويتمكنوا من نيل الثقه؟ لا، وانقاذوا ماش ممكن. انا كنت اتبعوا في التدخلات الكل، معناها ثم انتقاد صريح وحاد للطريقة والأسلوب اللي اعتمدوا الحبيب الجملي، ثم أيضا خطابه، ولذا منع الثقة لم تمنح من خلال التدخلات، بقى التصويت. التصويت كما سبق أني قلت لك توا اللي معناه سي حبيب الجملي لحد الآن معناه ما مؤشرات كل الدول على أن حكومته ما تمرش، أما هذا يبقى كل شيء جائز هنا الأخر. كواليس البرلمان اليوم تحدثت وبقوة على الخطة الثانية التي تتعلق بحكومة إنقاذ وطني تحيا تونس اليوم. هل مع المقترح هذا يبدو أنه كان من كتلة تحيا تونس المقترح هذا؟ لا، هذا بالطبع احنا من بعد معنا معاينتنا الفشل اللي المسار الحالي بقيادة حبيب الجملي، ما أنه طول معناه طرحنا وتعاوننا وتشاورنا أنه في اتجاه نحو الحل الثاني أو الحل البديل. إلا الشخصية اللي مش عنها الرئيس مش حكومة الرئيس، مش تبقى حكومة تونس، لكن الشخصية يعينها الرئيس بحكم الدستور الفصل 89 الدستور.
شكرا لك سي مصطفى بن احمد رئيس كتله تحيا تونس. الى حد اللحظه ما زالت الرؤيه غير واضحه، خلينا نقولوا بعض الكواليس اللي تحدثنا على تحصل معناتها حكومه الحبيب الجملي على ما يقارب 100 صوت تم ضمانهم من قبل نواب حركه النهضه بانه باش يصوت 100 صوت الى حد اللحظه لحكومه الحبيب الجملي، وهي عدد اصوات غير كافي للتمكن من نيل الثقه. شكرا لك زيد حسني. بعد قليل ايضا تكون معنا جيهان الواتي معك من مجلس نواب الشعب. اريد فقط تعليق منك وسيد نجيب الشابي في الاخير حتى نختم هذا الحوار، يقول 100 صوت لحد الان حسب الكواليس. 100 صوت غير كافي، وحسب ظاهر الاشياء هو عدد محترم لكن غير كافي اطلاقا لتشكيل الحكومه. وباش خلينا نمر للسيناريو الثاني، وهل الحاله نتاع الضبابيه اللي نعيشوها توري بانه اساليب الحياه السياسيه التونسيه مازالت ما وصلتش الى ارساء تقاليد الشفافيه. التوانسه في حاجه انهم يثيقوا في الاحزاب، مش يسمعوا منهم كلام ويشوفوا منهم في التصويت كلام اخر، والنواب ايضا. فعلى كل حال احنا قاعدين نتدربوا على الديمقراطيه، وان شاء الله نتجاوز هذه الازمه نحو الافضل. شكرا. شكرا لك استاذ احمد نجيب الشابي الناشط السياسي على الحضور معنا. بعد قليل نرجع معكم في التعليق، لكن باش نمروا لجزء ثاني من الحوار. يبدو اننا سنتحدث عن السيناريوهات الممكنه والاجال والتواريخ في الجزء الثاني. لحد الان حسب زياد حسني يقول 100 صوت حسب الكواليس، ما زالت الساعات القادمه توضح اكثر رؤيه في التقرير هذا مع زميله كوثر بن دلاله، تقرير تفسيري حول السيناريوهات الممكنه والاجال والتواريخ. ويلتحق بنا ضيفنا سيد محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس بعد قليل بعد هذا التقرير. شكرا لك سي نجيب. خلال الساعات ال 24 الماضيه تحركت جل الكيانات السياسيه بتزامن فرض عليها بعدما تردد من ان حكومه الحبيب الجملي قد لا تمر. خبر جعل الجميع يعيد حساباته ويجمع هياكله لضبط البيت الداخلي والاستعداد لما هو قادم. فكل الكتل البرلمانية اجتمعت مع هياكلها الحزبية لاتخاذ موقف نهائي لمنح الثقة لحكومة الجملي من عدمه، بمن فيهم حركة النهضة. اليوم تواجه حكومة الجملي مصيراً ما زال مجهولاً، لتظل كل السيناريوهات في شأنها ممكنة، بين أن تكتب لها الحياة وتمر ولو بأغلبية بسيطة، أو أن تسقط وبذلك يقع المرور إلى ما يعرف بحكومة الرئيس، وهو الحل الذي تطالب به أغلب الكتل البرلمانية الرافضة لحكومة الجملي وتشتغل عليه منذ فترة. سيناريوهات فتحت المجال للقراءات الدستورية، فاليوم ينتهي تكليف الجملي والبرلمان مجبور على التصويت، وإلا فإننا أمام سيناريو مرشح رئيس الجمهورية حسب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ. إذا نال الثقة انتهى الموضوع، إذا لم ينال الثقة انتهى التكليف، وهنا نذهب إلى رئيس الجمهورية الذي له 10 أيام للتشاور هنا مرة أخرى، وهذا ربما مغالطة الأخرى دائما، وكأنه الانتماء للأحزاب السياسية هي تهمة. رئيس الجمهورية مجبر على إجراء المشاورات مع الأحزاب والكتل، وحكومة الرئيس هذا مصطلح غريب، هو مرشح رئيس الجمهورية. موقف يشترك فيه أستاذ القانون الدستوري الصادق بالعيد، الذي يعتبر أنه على رئيس الجمهورية أن يتدارك الأزمة. على رئيس الجمهورية بأن يتدارك الأزمة وأن يجد لها حلاً، وهو ما يسمى بالشخصية الأقدر اللي عينها رئيس الجمهورية ونص عليها الدستور. وحسب تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فإنه في حال فشل الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان، فإن رئيس الجمهورية سيختار الشخصية الأقدر على توحيد كلمة التونسيين وتجميع الأغلبية حولها، متابعاً أن هذا السيناريو يقوده رئيس الدولة ولا حركة النهضة. مرحبا بكم مرة أخرى في متابعة خاصة للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. هل اقتربنا حقا من السيناريو الثاني؟ ويحضر معنا السيد محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على استضافتك. شكرا على قبول الدعوة. مرحبا سي محسن. أهلا وسهلا. وسؤال موجه لك، هل اقتربنا بالحق من السيناريو الثاني الآن حسب الكواليس وأنت تتابع ما يحدث في الجلسة العامة؟
هو كل السيناريوهات ممكنه طبعا، لانه احنا نتصور ان احسن شيء نستناه حتى نتيجه التصويت، على خاطر تونس فيها المعجزات الايجابيه والسلبيه. لكن في كل الحالات هو رئيس اللي احنا شفنا سيناريوهات ثلاثه في تشكيل الحكومه، بدات في الاول حكومه مش تقوم على تحالف حزبي وحكومه ثوريه، رغم اللي مشكلين مش ثوريين بكل، حتى واحد مشارك في الثوره، ولكن سموها حكومه ثوريه وحبوا يعملوها وسطاء ثوريين، وبعد فشلت. وبعد خرج رئيس الحكومه المكلف شو قال؟ قال مش نعمل حكومه نتاع ناس مستقلين من كل الاحزاب وكفاءات مستقل، وكانت فكره جيده، ولكن الناس اللي حطوه اليوم جماعه النهضه عملوا له رابيل الاوردر، قالوا له راهو مشك، راهو لازم تكون كفاءات سياسي. فاحنا شفنا ثلاثه تقريبا اشكال الحكومات في هالشهرين نتاع الاعداد. غدوه اذا كان رئيس الجمهوريه دخل، مش هو اللي تحدي رئيس الجمهوريه، وراهو مش سهله، هذا رئيس الجمهوريه اللي هو عنده قرابه 3 ملايين صوت مش يحط مصداقيته في الميزان. والان احنا شفنا في الليمات هذوما نهايه ثلاثه ولا ازمه ثلاثه نواحي. اول حاجه النظام السياسي اللي عندنا مده طويله واحنا نقول وراه ما يصلحش بتونس، هاو قاعدين نشوفوا فيه توا كيفاش معناها بك النظام الانتخابي والنظام السياسي اللي قاعد موجود، النتيجه اللي هي قاعده موجوده احنا مش قادرين نحلوا ازماتنا، رغم اللي عندنا ازمه اقتصاديه وناس استناو في الحلول. يعني اخيرا ثم مواطن قال لي علاش تحكي عن النظام السياسي؟ قلت انا نحكي على القفه. انا حبيت نفسر له انه راه القفه مشكلتها هذيك مربوطه زاده بالنظام السياسي. ما تحلش مشاكل النظام السياسي بالحكومات اللي دور بعضها ووزارات وقاعدة تطيح. لكن هل تتحمل تونس اليوم التغييرات الكبرى كما هذه؟ نحكي على دستور هذا اختيار احنا عملناه في السابق، عملنا دستور ماهوش معناها في النظام السياسي اللي فيه نظام سياسي كاننا قاعدين دوله عندنا 200 سنه ديمقراطيه وعندنا الرخاء وعندنا الفلوس وكذا. المشكله الثانيه زاد شفناها في المده هذه ازمه اخرى، هي ازمه انواع من السلوكات. تو حركه النهضه ما عندهاش اغلبيه في البرلمان، معناها عندها 52 نائب وزادت عليهم بزوز بالالتحاق وبالانضمام. ما تنجمش تعمل حكومه قائمه على المنطق الحزبي، حابه تعملها بالسيف على المنطق الحزبي، ونتيجه تشوفوا فيها. ووصلنا الى مستوى اخر، معناها كان ثم ممارسات مخبيه واللي نسمعوا فيها حتى رئيس الحكومه الجملي دخل فيها، ثم كتل مش بتتصوت كما قالوا رؤساء الكتل وكما قالوا الاحزاب نتاعها، يحب يقول احنا نحكيهم مع النواب مباشره من وراء ظهور رؤساء الاحزاب ورؤساء والناس تحكي على البيع والشراء، وهذه سلوكات لا اخلاقيه لازم توقف. يعني اليوم المنطق نتاع انه النواب احرار، احنا عندنا قرار او تصريح الاعلام اليوم ينجم يكون غير متطابق لما باش يصير في التصويت. صحيح، معناها احنا ككتله نقولوا مانيش باش نصوت، وبعد ربما نجد هو في العالم عدد الكل من موجود النواب باش يصوت. في العالم الكل موجود، يجي من النائب ساعات معناها يخرج على كلام حزبه ويخرج على كتلته، لكن عاده هذه امور شاذه. احنا في تونس ولات تمشي من نقيض للنقيض لاسباب ما عندهاش علاقه بالقناعات، عندها اسباب بالمصالح المترتبه على القرار اللي ناخذوه. المساله الاخيره وانا هذا قضيه تخصني انا، يمكن تو مش وقت نحكيو عليها خاطر نحكيو على ليفينمونسيال كالعاده، كان على ليفينمون معناها على الحدث، لكن انا اعتقد ان في المده هذه خذينا فيها شويه مسافه على الاشياء. راهي القضيه مش قضيه النظام السياسي وقضيه الحكم فقط، انا اعتقد اعتقاد جازم ان احنا عندنا 50 ولا 60 سنه خرجنا من استعمار خارجي ودخلنا في نوع من الاستعمار الداخلي اللي ولا ما عادش الخارجي والقاوري هو المستعمر التونسي، ولا التونسي مستعمر التونسي. سمعنيها كانت قبل ثم نظام مركزي اعطى الجهات وحرم جهات، واعطى الطبقات وحرم طبقات، وهمش مفكرين وهمش معناها ناس معناها ناس احرار. صارت الثوره استرجعنا الحريه الفكريه والسياسيه، ولكن اليات النظام تاع التهميش ما تمستش. وتو هل نعملوا فيه الكل هالانتخابات وغيره ما هوش قاعد حاط الصباع على الموضوع الرئيسي، كيفاش الاغلبيه الساحقه من التونسيين نحيوا لهم الشعور فعلا انهم مستعمرين في بلادهم. هذايا الكل اللي قاعد صاير تو، انا نحب نخلي روحي في قريه تونسيه ريفيه ولا حتى مش ريفيه ونشوف اللي قاعد صاير في البرلمان. مش نقول انه هذا زمن ضايع كله، هذا شنو دخلوا بيا وانا مشاكل اللي قاعد نعاني فيها. حب نخلي روحي في بلاصه العسكري التونسي اللي قاعد تو على الحدود، واحنا قاعدين نشدوا في السلاح قاعد داخل، وهو قاعد في اي لحظه يمكن تبدا معناها عمليه عسكريه الحدود. شنو هذا؟ شنو هي علاقته بالامن التونسي؟ هذاك علاش انا نقول كان مرت الحكومه اليوم رغم كل ما قيل، طبعا احنا مش نلقاو رواحنا في ظروف نتعاملوا معها كحكومه احنا في المعارضه، كما مرتش مشات رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه انا اعتقد بكل كياسه نقول له هالموضوع هذا راهو يلزمه اختيارات حقيقية تقوم على أساس التشاور، وعندك حلين. هو الدستور ينص على هذا، أنه بش يكون فما تشاور مع الأحزاب
وبعد تكليفه شخصيه الاقدر اللي هو السيناريو الثاني اللي مازلنا لحد الان ما نجموش نجزموا، لكن على ما يبدو على الاقل من الكواليس اللي نقلها المراسل تلفزه التونسيه زياد، معناها الناس تتخوف زيادة من السيناريو هذا. يقول لك فما مسائل تخوف، معناها فما شكون وصفها ان الذهاب الى المجهول، هل هو الذهاب الى المجهول؟ ليه الدستور قال كان ما راي الحزب اللي مشى اللي ياخذ جاء الاول في الانتخابات ما نجمش يعمل حكومه نتعداو الى حكومه الرئيس. وانا اتذكر اول ما تعين سي الجملي اول بين عام محرك مشروع تونس قلنا طريقه التعيين والشخص والحركه اللي وراه مش تجيب نتائج سلبيه، لذلك احنا راهو ما حناش مش نصوتوا له باش نشاركوا معاه. واذا الرئيس مشينا لحكومه الرئيس من وقتها فانه وقتها لازم نتحدثوا على كيفاش باش يصير الرئيس باش يعمل هو ساعه مش حكومه الرئيس، لا هذه الحكومه اسمها حكومه السي الجملي، هذه الحكومه حكومه النهضه، والحكومه الاخرى مش حكومه الرئيس، هي مش البرلمان كما كان يقول توا احد سي امين محفوظ. الرئيس عنده حلين، اول شيء اول امتحان هي اختيار الشخصي، من هي هذه الشخصي؟ يلزم يختار شخصيه لا غبار عليها، عندها كفاءه حقيقيه، عندها قدره، ويبعد على حكايه التاثير نتاع الاحزاب. الموضوع الثاني اللي هو مهم جدا هي حكايه من بعد كيفاش مش تشكل حكومه، عندك حلين. اما مش تعمل حكومه كما يقولوا الناس وخيان حكومه انقاذ وسمع سي نجيب الشابي، المشكله مش في اسمها، المشكله في طريقه في طبيعتها وفي تركيبتها. حكومه هل هي حكومه تكنوقراط كما صاروا في كل الازمات في دول عليها نظام برلماني شبيه بينا اللي قال سي الجملي في وقت من الاوقات ومن بعد ديك هرب عليها، حكومه كفاءات غير حزبيه مستقله، والا مش تمشي الى حكومه انقاذ واسعه سياسيه وهنا مش تدخل بعضها على خاطر الاحزاب الكل مش شارك فيها. وهذاك عنده فيتو على هذاك وهذاك عنده فيتو على هذاك. يعني باش نرجع ممكن للنقطه الصفر، المشاورات اللي كان قام بها سيد الحبيب الجملي ملوم مع الاحزاب لانه طرحت مساله الفيتو هذه. محمد صاحبي الخلفاوي الباحث في العلوم السياسيه مره اخرى، اليوم يبدو اننا اقتربنا من السيناريو الثاني، مازلنا ما نجزموش لكن على الاقل لحد اللحظه هذه وكل شيء ممكن، لانه الاجتماعات الساعات الاخيره او اللحظات الاخيره ممكن تقلب معناها المشهد الكل. شوف الهم، انا نحب نرجع على شوي نقاط قبل ما نجاوب على سؤالك. لا اعتقد انه المشكله في النظام السياسي التونسي. كل البلدان التي تمر الى الديمقراطيه حديثا، اول حاجه ساعه النظام الرئاسي في العالم اثبت نجاحه في دوله واحده، الولايات المتحده الامريكيه. كل الدول اللي خذت تجربه نتاع نظام سياسي قائم على سلطه رئيس الجمهوريه على السلطه التنفيذيه أدت إلى منظومات معقدة مش لازم ندخل في التفاصيل نتاعها. النظام البرلماني فيه إشكالية كبيرة هو عدم الاستقرار، رغم اللي نشوفوا الديمقراطيات كبيرة اليوم في العالم، المثال البريطاني هو المثال الأبرز، وفما نوع من الاستقرار. وإنه علاش فما موجود الاستقرار؟ الإشكالية في تونس مهما كان نظام برلماني رئاسي مختلط نخلقوا نظام رابع خامس، الإشكالية في بنية الأحزاب السياسية، الإشكالية في المشهد الحزبي. غدويك في نظام رئاسي كيفاش باش يتم تمرير القوانين؟ ما باش يتم تمرير قدام مجلس وإلا لا؟ المجلس هذايا اللي باش تمر قدامه القوانين اللي الحكومة والسلطة التنفيذية باش تحكم من خلالها. كي تلقى روحك قدام مشهد سياسي وبرلماني كيما اللي عم موجود عندنا توا، باش تكون النتيجة أسوأ، باش يصير خلل في وسط السلطة. هي حتى وسط الحكومة المقترحة الآن ستقدم مشاريع قوانين ستذهب إلى البرلمان. عادة هاي الإشكالية شنية؟ باش نرجع للإشكالية المتعلقة ب فقط أنا ننصح أنه فما نص جميل جدا كتبه أستاذ علوم سياسية كبير اسمه خوان لينز اسمه لي بيريل دو ريجيم بريزيدونسيال. يتحدث على المخاطر نتاع النظام الرئاسي في الفترات الانتقاليه او في فترات بناء الديمقراطيه. فما اشكاليه كبيره وانا نذكر بها انه ليزوت سايدر المغامرين ينجموا يربحوا في النظام الرئاسي ويهز لك نظام كامل نتاع بلاد كامله في ثنيه يمكن تكون اختيره برشا. نرجع للازمه الحاليه في علاقه بحكومه الحبيب الجملي، راهو في الانظمه اللي الحكومات فيها مسؤوله امام البرلمان، راهو رئيس الحكومه هو زعيم الاغلبيه. شو معناها زعيم الأغلبية؟ معناها يدير حزبه إذا كان عنده الأغلبية وحده، أو يدير التحالف الحزبي اللي وراه. ما تنجمش تتبنى الحكومات إلا بتحالفات وإلا بتحالفات قوية، وإذا كان في وسط الحزب يلزم تحالفات ما بين مختلف التيارات اللي موجودة في وسط الحزب. يلزم الشخصية اللي تقود الحكومة لازمها بالضرورة تكون شخصية سياسية عندها توجه تجاوبك على أسئلة حارقة. اليوم سؤال أنا لا أعتقد مع كامل الاحترام والتقدير لشخص سي الحبيب الجملي، وقت تسأل سؤال شنو هي موقفك
من تصرف المؤسسات العموميه؟ لا اعتقد ان الاجابه جاهزه عنده. لما تقول له اليوم بنيه الاقتصاد التونسي هل لازمها تكون قائمه على الاندستريال ولا البوست اندستريال، ما نتصورش انه التصور باش يكون واضح عنده. والدليل الخطاب اللي عمله اليوم، كل شيء حطوا في شكاره واحده، هذه الاشكاليه. نرجع النقطه زاد مهمه على الاخر تظهر لي اليوم الاشكاليه الاساسيه حسب رايي الخطيئه في المشهد الحالي قامت بها حركه النهضه. حركه النهضه اخذت 20% من الاصوات، 25% ترجموا 25% من كراسي المجلس، تحب تاخذ بهم كل شيء، غير قادر انك تاخذ كل شيء ب 25% ب 52 ب 54 مقعد 52 او 54 ماكش ما تنجمش. هذا نختم فقط بحاجه في علاقه بحكومه رئيس الجمهوريه، اللي هي ماهيش حكومه رئيس الجمهوريه، اللي هي حكومه الشخصيه الاقدر. رئيس الجمهورية أعتقد أنه عبر عن توجه سياسي معين لما قام بالمبادرة نتاع تقريب وجهات النظر بين ما سمي بالأحزاب الثورية. أعطى رأي مش مباشر، وهو غير محمول على أنه يعطي رأي مباشر، يعني في اجتماع ولكن في دعوة الأحزاب اختار ناس معينين قبل، وأعتقد أنه هذا من حقه. وحتى اذا كان انا نعطي راي في المساله تشكيل الحكومه، فما بالك برئيس جمهوريه يعني منتخب معنا. حسب رايك ولكن عند صاحبي معنى الاختيار الشخصيه الاقدر ربما يكون في هذا التوجه بالنسبه لي على الاقل نحاولوا نستقراوا الواقع. رئيس الجمهوريه عبر عن توجه معين او اون بريفيرونس، عنده اون بريفيرونس معينه في علاقه بشكون الاطراف اللي باش تشارك في الحكومه. اليوم قدام اذا كان باش نتعداو السيناريو هذا، قدام رئيس الجمهوريه زوز خيارات، يا اما الخيار انه هو يحب يمشي الانتخابات البرلمانيه ويشارك فيها لانه مشروعه هو تغيير بنيه النظام السياسي التونسي، وهذا غير ممكن من غير يعني ما يكون تتحدث على حل البرلمان لرئيس الجمهوريه في نجم يعين في السيناريو الاخير بالضبط. لهنا نجم يعين شخصيه غير قادره مش على تشكيل لمه صغيره معنا، او السيناريو الثاني انه يتحمل مسؤوليته ويقول هناك شخصيه فما ورايا كما قال سي محسن مرزوق طبعا. فما ورايا 3 ملايين صوت، عندي مسؤوليه معينه لازمني ناخذ ما يستتبع ذلك. السيد صاحبي بن فرج ايضا معنيا في هذا المجال في سيناريو ثاني اليوم يقول لكم التخوف نمشيو حكومه الرئيس، يقول لك ممكن زاده فما ناس او احزاب تقول لك اعاده الانتخابات تلقاني ربما اتموقع اكثر من انا من المشهد اللي انا موجود فيه الان، وفما العكس فما احزاب تقول لك نخاف اذا كانت تعاود انتخابات ما نتحصلش على نفس المكانه. قوس ونسكروا يظهر لي مشكله، مشكله في النظام السياسي كما قال سي محسن، لكن يظهر لي المشكله الاعمق هي في النظام الانتخابي. اهم معناها اذا كان اشوازير هو مزوز معناها فيه ما يتقال، خاطر النظام السياسي عندك متصلح فيه برشا، ولكن النظام الكارثه هو النظام الانتخابي اللي ما يخليش حتى بشر قادر انه يجيب اغلبيه. وهذا طبعا خيار لازم نذكروا انه خيار من خيارات حركه النهضه اللي تمسكت به في التأسيسي وقت حطت وقت مشينا للانتخابات تاع 2014، ثم طيله الخمس سنوات ما بين بعد 2014 كان فما رفض لاي مراجعه دون سو سونس لا. ونتذكر اللي قبل عام ولا عامين، نتذكر وقت عملناه عملنا ندوه وقت كنا في مشروع تونس وحكينا على الموضوع هذا، ولكن جوبهنا برفض شديد اسونسيلمون من حركه النهضه ومن معناها من معناها ليروني ديسوار، انه توا حركه النهضه كحركه فائزه في الانتخابات تكتوي بنار هذا القانون الانتخابي ونسكر القوس. الان طبعا اذا كان فما نقطه قوه في الحكومه هذه، يعني نقطه قوه كبيره ياسر، سيكو هو الخوف من المجهول. معناها اكد لك بان فما ناس ممكن يصوتوا للحكومه هذه او ممكن يدعموها او ممكن يطفيوا عليها الضوء معناها باش تتعدى، هذا اللي كانت تعديت فخوفا من المجهول. المشكله انه لما نتعداو الى السيناريو الثاني لربما فما العديد من القوى السياسيه يساعدهم ان تعاود الانتخابات، معناها يساعدهم ان الحكومه ما تصيرش. ونعطيك بالمثال طيب مثلا عندك حاجه تحيا تونس اللي كان حساباته انه يجيب 50 ولا 60 وجاب 14 يقول لك انا نجم نقابه، لكن باي ضمانات اليوم حتى نسبه المشاركه في حد ذاتها في الانتخابات اذا كان احنا عودنا توانسه فيها خلل فيها مشكله. شوف احنا عودنا توانسه انه دائما حساباتنا السياسيه جنرالمون غالطه، معناها اللي يحسب حساب مش معناها باش يلقاه، يحسب هو باش يلقى 50 ولا 14 ينجم غدو يعاود يحسب يقول لك انا ربما توا نلقى ناقه 40 ولا 50 وبشقه 12 ولا 13. تحيه تونس تحط على تحيه ليه نحكي على حزب اكس معناها تحيه تونس ولا غيره.
طير ديمقراطي ايضا يقول لك انا تو جي بري دلامبلور معناها ظهرت في مظهر لي انا معناها معارض للنهضه وكذا النجم يا خويا عبير موسي اللي عملت معناها الحزب الدستوري اللي عمل التشكيلات نتاع سي قيس سعيد اللي هو غائب على البرلمان غدوه نجم يقول لك انا علاش لا مع رئيس جمهوريه مع معناها كتله برلمانيه وازنه اللي الناس الكل تعتقد انها باش تكون معناها مهمه ايضا تكون متواجده في البرلمان حركه النهضه تقول لك انا شلزني على هالمرجة ذي كل ب 40 ب 50 نائب انا باش تقعد نقاسي في 160 نائب اخرين هاتني هات انا اكثر حزب جاهز على 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 التيران نجم كي نعاود الانتخابات ممكن نربح فبالتالي الخطر انه الاغراء نتاع اعاده الانتخابات والانتخابات سابق لامانها واللي هي زاد ايضا في يد رئيس الجمهوريه لانه مربوطه بشخصيه الشخصيه اللي باش يعينها وبالتوجه نحو المفاوضات انا خوفي انه الواقع التونسي واقع الاقتصاد التونسي وواقع المجتمع اللي كما كان حكي سي محسن ماهوش فاهم اش قاعدين نعملوا معناها بالنسبه لي هو حكومه رئيس ولا حكومه نهضه ولا حكومه سي بي ار ولا حكومه الجبهه الشعبيه بالنسبه لي هو مكتوبه معناها الامن نتاعو شهريته اللي بتخلط هو التزود نتاعو من السوق نخاف اللي الحسابات السياسيه تلزنا عن وعي او عن جهل او عن عدم معرفه الى انتخابات سابقه يعني تفتحنا ايضا على المجهول اذا مش معناها مش بالضروره الانتخابات السابقه يعني باش تغير المشهد الحالي وننساو الواقع المر نتاع الاقتصاد التونسي وننساو ال 12000 مليار اللي لازم نسكروا بهم الميزانيه اللي ما نجموش نهرخ اللي ما نقاومش ما نجمش نخلصوا الناس وانا نقول لك اللي شهريه مارس وفيفري معناها الي اون كيسيون بي فقط للاشاره انه هذه الى حد الان صور من الجلسه العامه المجلس النواب الشعب وما زالت مداخلات عدد من النواب سي محسن مرزوق برشا كلام تقال من أستاذ بحث العلوم السياسية وأيضا صاحب فرج في تحليل السياسي أكثر حضورك معنا اليوم معناها السيناريو هذا يقول لك فما الناس يمكن تفكر في إعادة الانتخابات تكون لها فرصة جديدة هل هذا ما تروح لعدد من الأحزاب؟ يمكن معناها هل تعني مشروع تونس؟ لا ما تعنيناش احنا نكون فرحانين وكان رئيس الجمهورية يعين شخصية وزنة وتعمل حكومة قائمة على الكفاءات وتكون حكومة بعيدة شوية على الأحزاب وتبدا تخدم على نفسها لانه احنا نعرفوا انه كان على المستوى الاقليمي ما عندناش وقت قاعدين نخسروا فيه احنا متاخرين جدا مش في الواقع معناش مش نخسر وقت احنا خاسرين وقت وقاعدين في الوقت الضايع على المستوى الاقليمي الحوايج حاصله في تونس تو اثنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كما كنقول سي صاحبي تو معناها الامور واضحه ان هي صعيبه ياسر كيما حكومه تمشي مباشره للعمل واذا كان جيم الرئيس والرئيس يعين الشخص هذايا تظهر قدام التوانسه يمكن قدام الاحزاب انه اقل التزامات واقل تدخل من الاحزاب لذلك انا بالعكس احنا ما عندناش فكرتنا انه نزيد نخسر وقت واحد اخر باش نعمل انتخابات خاطر توا الملاحظه نتاع النظام السياسي هو النظام البرلماني انا 20 سنه نخدم في مجال لاكومبانيومون مساعده الدول اللي تعيش في انتقال ديمقراطي في اوروبا الشرقيه وفي افريقيا وفي امريكا اللاتينيه النظام البرلماني بالاساس نظام احزاب بالاساس يقوم على الاحزاب انت قاعد تقول لي توا قاعد تقول لي نظام برلماني باهي لتونس اما الاحزاب مش باهيين معناها تقول البنيه باهيه من عروس خايبين دونك انت وقت تجي تبني في مرحله نتاع انتقال ديمقراطي تبني باللي عندك نظامك مش تبنيه حسب اللي تصوره انت ما احسن هذا الفرق ما بين المقاربه النظريه وبين المقاربه اللي فيها شويه زاد جانب عملي وانا ما قلناش مش النظام الرئاسي تبع معناها بالضروره احنا نحكيو على كيفاش النظام السياسي يجب يكون فيه النجاعه والقدره على انه يكون في تمثيليه كاع مربوط بالنظام الانتخابي اللي معك صاحبي سكر القوس هذا توا المهم ان ندعو لشوي من برود الدم زاد خاطر توا الخيان حاسبين فهم برشا توتر نقصوا من الخوف توا التوانسه ياسر نتكلموا معناها من بعد يجي في حوايج كيما هذه نخافوا ويبقى توا السيد اللي عينه حبيب الجملي سيراج غنوش عين حبيب الجملي موش ماشي المجهول وواحد مش عينه قيس سعيد ماشي المجهول هذا هو الدستور نتاعنا وحاجه كانت متوقعه هي انه نمشيو للاتجاه هذا نحيو الخوف ثم نحيو التخوين والكلمات انا سمعت اليوم احد النواب يقول انه النواب اللي عندهم جنسيه مزدوجه خايد الوطن بالله يجينا بالحكايه هذه ثم برشا ناس عندهم باسبور واحد وخانوا الوطن 10 مرات وثم برشا ناس عندهم جنسيات ودافعوا على رايه الوطن ونعرفوا كيفاش ياخذوا فيها معناها البرة نحيو الحكايه هذه بالله خاطر تطيح ياسر المستوى الان كانت على الحكومه هذه مش نتعداو ثم كتله نتاع معارضه قويه جدا في البرلمان بحكومه ضعيف وإذا كان مشينا لحكومه الرئيس انا اتصور الاحزاب السياسيه الكل توا حاليا المنظمات الوطنيه في اطار التشاور هذايا يحكيوا مع رئيس الجمهوريه ويحاولوا يساعدوه انه هو ياخذ القرار الاسلم لهذه البلاد وانا اعتقد ان الرئيس في المده الاخيره ثم حوايج يمكن ما كانش يعرفهم عرفهم شاف تعقيد الواقع الاقليمي شاف انه راهي الامن التونسي على كف عفريت
يلزمنا حكومة قوية، يلزمنا جيش مدعوم، يلزمنا أمن مدعوم، وأنا أعتقد أنه هذا يلزم نمشيو فيه نحكيو فيه. واللي عملته حركة النهضة بكل أسف حاولت تحايل، يا أخي سقطت في الجب متاع الحيل متاعها، حبت أن نجيب واحد مستقل، خرج جيز العذاري قرروا مش مستقل، وحبوا نعمل حكومة مستقلة وفيها غيره، وعيتوا الناس ومن بعدك ما حبوش يعملوا معهم يكملوا معهم. رئيس الجمهورية قبل الوساطة يعني عرض الوساطة متاعه ورفض الوساطة متاعه، برشة غرور برشة تكبر، لقوا راحة في الأخر أقل بياسر من هذه المرحلة. لكن علاش نقول لك اللي قاعد نشوف فيه ثم سلوكات طاحت يظهر لي معاش مش تعاود، ثم أنماط من العمل معاش مش تعاود. وإذا كان الكتل اللي قاعدة تقول أنها مش تصمد في التصويت حسب ما قالوا الممثلين متاعها ورؤسائها، هذا مش يكون مهم ياسر، خاطر يمكن مش تولي عندها لحظة في تونس اللي يقول الممثل متاع الحزب ولا متاع الكتلة الناس تتبع فيه، ولهذا على الأقل فيه هذا الجانب الوحيد الإيجابي. وأنا أدعو أنه نتوقف على الخوف، ما نخافوش، صحيح قاعدين نجربوا وثم حوايج جديدة نجربوا فيها، ما نخافوش على خاطر المستقبل في كل حالات إن شاء الله مش يكون أفضل. لكن سي محسن مرزوق نقوله ما نخافوش، لكن احنا كي ننظروا للوضع بصفة عام، وانت تحدثت على المسألة أنه هناك عديد من المسائل اليوم حارقة في تونس، وأولها الملف الليبي، اليوم الجارة ليبيا، التهديدات في ليبيا، استعداد تونس، موقف تونس، انتقادات كبرى للموقف التونسي وعلاقتها بتدخل في الملف الليبي اليوم مطروح. وحتى قيس سعيد رئيس الجمهورية وقت كانت عنا معناها مكالمة مباشرة مع الناطقة باسم الرئاسة قالت أنه الوضع الحالي الأزمة الداخلية هي اللي ما خلتناش ننظر إلى الملف الخارجي في علاقة بليبيا بأكثر ما يمكن من عمل وجدية. يعني الوضع حتى اللي داير بتونس اليوم يتعلق بالداخل أيضا. هذا أعتقد أنه كان يمكن نعمل فيه برشا حوايج بدون ما تكون ثم الأزمة الداخلية، ويمكن كنا نجم نغطيه على العمل بالعمل الخارجي، كنا نجم نعطيه الأزمة نغطيه على الأزمة الداخلية شوية. لأنه هذه ما أشياء ملفات عند رئيس الجمهورية، والملفات هذه فيها ثلاث حوايج هو عمله منهم حاجة تو. التعبير على الموقف الستاتيك، الموقف الثابت نتاع تونس، يسموه الموقف الثابت، يعني ستاتيك معناه انا لا يتحرك، راهو نحن ضد التدخل العسكري، رحنا مع السلام، رحنا مع السلم، مع غيره. شقعد الحاجه الوحيده اللي هي تاثير الموقف نتاع النهضه، هي موقف اخواني عالمي، انه ما نستعرفوا كان بالسراج ما نحكيوش مع الطرفين، هما زوج يتعاركوا وحنا نقولوا مش نعملوا وساطه، وما نحكيو كان واحد برك الطلين يحكيو مع الزوز اللي هما كانوا مع السراج، الفرنسيس مع الزوز، الروس مع الزوز، الناس الكل مع الزوز الا احنا، معناها مطلعين شويه نحكيو كان واحد برك. باستثناء هذا الموقف اللي قالوا رئيس الجمهوريه بعد اردوغان، زياره اردوغان، وكان من الافضل يقولوا قبل زياره اردوغان كما عملوا مثل الجزائريين. اللي نحب نعطي معلومه ايضا، كان وزير الخارجيه الجزائر التركي يحب يزور تركيا بنفس طريقه تونس، السلام عليكم اني جاي، قالوا له لا بعث لنا جواب وتونس تدعيك. الجزائر هذا الجزائر احنا لا احنا هبط علينا معناها السيد وقبلناه، مش مشكل خرجنا بها بقل الاضرار. كيفاش نتحولوا من الموقف الستاتيك الثابت الى الموقف الديناميكي متحرك نتحرك؟ هنا ثم ثلاث حوايج. اول حاجه عندنا شركاء دوليين، هذوما يلزمنا نحكيوا معاه، احنا قاعدين مش قاعدين نحكيوا معاهم كما يجب، هذاك علاش ما كناش مستدعيين معناها مؤتمر برلين. ورا هنا عندنا برشا اوراق، منهم ورقة اللي في 2015 مشينا احنا عملناها وقت كنا مع الأستاذ بيجي قاسيب صلى الله يرحمه، اللي خذت بها تونس وقت صيفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو، وهذا يعطيها إمكانية أن تحكي مع الناس اللي في الشمال ومنهم اليونان وغيره بطريقة مختلفة. اثنين جيراننا، لأنه الجغرافيا هي أهم مبدأ في السياسة الخارجية، وهنا الجزائر ودول الجوار وخاصة الجزائر المفروض أن احنا نوضع موقفنا مع موقف الجزائر أقرب ممكن قريب من بعض مع المغرب، لأن المغرب صار فيها اتفاق سخيرات. هنا نمشيو للموقف الديناميكي. ثلاثة المسألة الإنسانية، تو احنا طبعا لو خان الليبيين هذه بلادهم، واحنا ما بثماش فرق بين جزائر وتونسي وجزائري وتونسي وليبي، لكن غدوة إذا كان تونس باش تحمل أزمة إنسانية يلزم الناس اللي ترى الأزمة هذه تحمل المسؤولية معها. ماك علاش الأمم المتحدة يلزمها تكون، وبدأت تو سمعت أنا شوية حديث في الموضوع هذايا باش تونس ما تحملش الأمور هذه الكل، إضافة للمسائل الأمنية الأخرى. تو مثلا أخيرا سمعنا، وعلى علاش كنا ضد التدخل التركي في 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 ليبيا، ب 35 بندقية قتال متطورة حربية جديدة الصنع شدوها في الجنوب هكا ولا تركية الصنع، منين جاية؟ جاية من ليبيا. حاب يقول الأتراك جاوا وعطاو للميليشيات، الميليشيات على 100 مقرونة يخليهم 50 عندهم و50 يبيعوهم من يدخلوهم لتونس. هذا ايش حاب يقول؟ حاب يقول غدوة لا قدر الله إذا استعملت بندقية تركية في تونس ولا أي دولة أخرى، راهو مش كتركيا بركة، تتحمل تلك الدولة أيضا مسؤولية ذلك الدم
يستعمل الارهابي يتحمل المسؤوليه الارهابي ويتحمل المسؤوليه ايضا كذا ويستعمل الدوله هذيك هيك علاش ضد التدخل العسكري. يا اخي تونس عندها برشا اوراق، الاخوان الليبيين كلهم هوني، جماعه طرابلس والشرق كلهم في تونس، تلقاهم في سوسه تلقاهم في تونس وغيره، يعني كل نجم نلعب بدور اكثر ديناميك. اذا لانها عضو غير دائم زيدا في حاليا هذا يعطيك امكانيات، لكن من واحد جان في 2020 هو ناقص في تونس في العلاقات الخارجيه، ما احناش نفكروا بمنطق الدوله، نفكروا بمنطق المجموعه اللي قاعده تحكم. مصالح الدول اكبر بياسر من مواقف الناس اللي تحكم. مصالحها احنا مصلحتنا بين الجزائر وبين ليبيا، يلزمنا نعرفوا بالضبط انه هذه سياسه، هذه هذا مبدا رئيسي، ثم نحن في المتوسط. توا السيد رئيس الجمهوريه بكل كياسه نقولوا له، خاطر ثم بعض الخيان اللي معاه، مش هو كل واحد ما يجي ينصح الرئيس واللي يقول راي يبداوا يدور عليه. احنا اقترحنا عليه يعمل مجلس اعلى للدبلوماسيه اللي يتعمل فيه يطبخ فيه القرار الدبلوماسي التونسي، ما ثماش مكان مؤسسات يطبخ فيه القرار الدبلوماسي التونسي، شكون فيه؟ فيه طبعا ناس دبلوماسيين، فيه ناس من الناس اللي في الجاليه نتاعنا لبرا اللي هم متميزين نختاروا منهم ناس متميزين، فيه ناس يمثلوا العالم الثقافه، فيه ناس يعلموا العالم بزنس رجال الاعمال اللي عندهم علاقات، وهذاك يطبخ فيه القرار الاستراتيجي التونسي. بحيث وقتها وانت زاد النقطه الاخيره في الموضوع هذايا، اذا كانك استطعت تعمل المجلس هذايا يلزمك ديما تسند ظهرك في القرار الدبلوماسي بقرار وطني. هذاك علاش المفروض موقفنا من ليبيا ما فيها باس البرلمان بعد ما يوفوا من حكايه الحكومه رئيس الجمهوريه يتقدم له ايضا بمقترح ما حول رؤيتنا الى الملف الليبي وغيره، كي يصدق عليه النواب يولي عند رئيس الجمهوريه حمايه لظهره باش كي يجي اردوغان ما يجمش معناها يخاف منه ولا يتقلق منه، ويصير عندنا موقف حقيقي مسنود شعبيا وطنيا برلمانيا ويمكننا من المرور من الموقف الثابت الدبلوماسي للموقف المتحرك. سي محسن مرزوق، لكن هل تسارعت الاحداث واستبقت كل ما تتحدث عنه؟ استبقت هذا المجلس القانوني باش يتعدى على المجلس، وضع غير مستقر، حكومه ما زالت ماهيش مركزه، معناها هذه الكل استبقته الاحداث. الاحداث في ليبيا لا تنتظر ما تتحدث عنه المجلس وغيره. لازمها قرار يكون فوري، لازمها تحرك فوري. انا حكيتك على ثلاث حوايج، حكيتك على كيفاش نتحركوا فوريا، وكيفاش كنت تحب نوليو نتحولوا من مجرد التحرك الفوري على اشياء احداث الى شيء استراتيجي كما يحصل في دول العالم الكل. تو انت في امريكا الرئيس يخلق قرار وحده، عنده دي ستاف وعنده اجتماعات والكونسيل سيكوريتي، عنده مجلس امن يجتمع وعنده مجالس مجتمع، ما ثماش واحد وحده. هذا منطق الدوله. احنا مع الديمقراطيه هي اسمها النظام الديمقراطي، يعني هي اول شيء تقوم على النظام، والنظام اقل من الدوله، والحكومة أقل من النظام، والحزب أقل من الحكومة، لكن الرئيسي هي الدولة، مصلحة الدولة. هنا شنو هي مصالح تونس كدولة؟ هذا مازلنا ما حكيناش فيه كدولة، نحكيو على هناك يقولوا دولة، نقولوا الماء، نقولوا الطاقة، نقولوا الحدود، نقولوا الأشياء يعني اللي احنا معناها نعيشوا بها وناكلوا بها، مش نحكيو على قداش برك الدينار تسوم وقداش غيره. هذا إن شاء الله في المستقبل القريب يولي من الأشياء اللي نتحدثوا فيها. أكيد محمد صاحبي الخلفاوي اليوم، لكن تحدثنا على الشخصية الأقدر، تكليف رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية اليوم مطالب بعديدة هي المسائل، ومنها الملف الليبي، وهذا ما طرحته مع السيد محسن مرزوق اليوم، وإضافة إلى المواقف الدبلوماسية والتحرك الآن تجاه ليبيا وما يحصل في ليبيا ربما يكون مطروح عليه أيضا الحكومة. والله ساعات مش نسمح لنفسي باش نواجه نقد لرئاسة الجمهورية، ساعات فما مواقف واحد يسكت خير من اللي يقولها، تلهينا بالوضع الداخلي وهذاك علاش ما تلهيناش بالوضع الليبي. شنية قداش يشد وقت اجتماع ما بين رئيس الجمهورية ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلام؟ رئيس الجمهورية في موقعه عنده مد أهم ملف حارق بهم الشأن الخارجي التونسي هو الملف الليبي. غسان سلامة إذا كان تونس موقفها الثابت هو دعم الشرعية الدولية، من يمثل الشرعية الدولية؟ قوة حكومة السراج شنية؟ عفوا محمد صاحبي الخلفاوي، لانه مش مشيو مباشره لمجلس نواب الشعب مع زميله جيهان الواتي ومعك رئيس حزب قلب تونس السيد نبيل القروي. مساء النور جيهان. تحية لك الهام، تحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى ومشاهدي برنامج مع الناس. الجلسة العامة ما زالت متواصلة إلى الآن، ومعنا رئيس قلب تونس، وعن موقف قلب تونس بعد، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع رئيس قلب تونس نبيل القروي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. فما كلام الهام تحدثوا على تغيير المواقف، لكن بعد خروج نبيل القروي من
اجتماع الجلسة ربما تم الحفاظ على نفس المعطيات الأولية. خلينا نأخذ أكثر تفاصيل مع رئيس حزب قلب تونس نبيل قروي. أهلا وسهلا بك عبر الوطنية الأولى سي نبيل. المواقف الموقف الحزب هو نفسه اللي كان في البيان. سمحني احنا البارحة عملنا مجلس وطني، احنا حزب عندنا مؤسسات، معناتها مش كما قال واحد من نوابنا يستنى في التعليمات، احنا عندنا شخصيات وعندنا مؤسسات، وكان كنا عندنا آراء مختلفة، وبعد صارت في المجلس نتاعنا، وبعد عملنا انتخابات انتخبنا صوتنا، وبعد ما صوتنا خذينا الموقف هذا اللي هو احنا الحكومة هذه ما عندناش فيها ثقة وقررنا مش ندعموها. كان كثر الحديث بعد الاجتماع، خاصة الاجتماع اللي كان منذ ساعات مع رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، اليوم شنو تنجموا نقولوا بعد هذا الاجتماع؟ شوف كثر الحديث على خاطر الرئيس الحكومة المكلف خرج البارح في الليل قال عنده شطر كتلة قلب تونس، وبعد خرج زاد رئيس مجلس الشورى قال نحن باش نحبوا نقسموا الكتل والاحزاب باش ناخذوا 109، هذا مش معقول. معناتها من مرسى بدينا نقطفوا، هذا راجل في عادي يجي يحكي مع المؤسسات مع رئيس الحزب ومع مؤسسات الحزب، ما نعرفش عليه، قال عنده شطر الكتله، كان عنده شطر الكتله ربي يعينوه، احنا ما عندنا ما نزيدوا نحكيوا معاه هكا. يعني فما سيناريوهات أخرى محتملة خاصة بعد السيناريو اليوم؟ خلينا نكون واضحين مع اللي قاعدين يتفرجوا فينا على قناة الوطنية الأولى، خاصة أنه سيناريو أول جلسة بمجلس نواب الشعب سيناريو مازال على البال، خاصة بعد تصويت قلب تونس لرئيس حركة النهضة لأخذ منصب رئاسة المجلس. احنا صار اتفاق اخي، طبقنا الاتفاق، اليوم هذه حكومة بلاش اتفاق، حكومة تغول، حركة النهضة كلفت واحد الجملة هذا، وهو من بعد احنا بدينا نتفاوضوا معهم، وهو مرة يمشوا للطيارة هم يرجعوا، هم يرجعوا للطيارة هم يمشوا للشعب والطيارة هم يرجعوا، عمرهم ما جاءوا طلبونا باش نكونوا الحكومة معهم، وبعد حط أسامي ما شاورناش عليهم، احنا مش موافقين، ما فماش تحييد وزارة السيادة، احنا نشوفوا لي فما حزب سياسي عنده 25% من الأصوات، عنده 5% من المقاعد في البرلمان، قرر باش ياخذ رئيس المجلس رئيس الحكومة و 90% من الحكومة، وهذا احنا نسميه تغول واحنا مش موافقين عليه. أنا ما نكونش مانيش في نعطي سك بالبياض لحركة النهضة باش تاخذ الحكومة وتمشي ما غير ما تشرك جيهان الأحزاب الأخرى من غير ما يكون فما توافق. جيهان استماع سؤال، سؤال جيهان من فضلك، سؤال سيد نبيل القروي، أي علاقة اليوم تجمع بسيد يوسف الشاهد، وهل كانت هناك شروط لتغيير الموقف؟ ما هي هذه الشروط إن أمكن ذلك؟ طبعا الهام الكتاني مقدمة البرنامج زميلتنا كانت طرحت سؤال مهم على علاقة جديدة وصفحة جديدة ربما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، خاصة بعد اللقاء الأخير. شوف ما نفش نقعد متعاركين حياتنا كاملة، مش على خاطر زوز رجال تعاركوا ما نعرفش عليش، أنا هذا باش ندخلوا البلاد في حيط، شفت التناحورات وين وصلتها في الانتخابات الفارطة. أنا قررت، وخاطر انا نعتبر روحي ضررت وانا مشيت للسجن وانا صارت لي برشا مشاكل، ولكن ما نجموش نكونوا متعادين حياتنا كامله، خذينا قرار عملنا سكون ابيل بالفرنساوي لا بي دي براف، لا مجال للتناحر ولا للهجومات، نحن يلزمنا نركحوا البلاد نقربوا أكثر الناس ممكن. أنا نعرف لي مثلا في المجلس هذا فما قرابة 90 نائب ما يحكيوش مع بعضهم، اليوم مش معقول، اليوم مش معقول، احنا نبعدوا نكبروا على الحكاية هذه. يوسف الشاهد ولا نبعد من يوسف الشاهد، أكبر من يوسف الشاهد وحزبه، حزب تحية تونس وحزب قلب تونس، هما خارجين من نداء كنجيو نشوفوا امكانية عودة
النداء، وخاصة نحن محسن مرزوق معنا في البرنامج، إمكانية العودة اليوم للعائلة، تجميع العائلة الوسطية موجودة. شوف وعلاش لا، وهذيك هي الحاجة اللي حقا تصير. نحن علاش اليوم وصلنا أنه حركة النهضة تحب تتغول على كل شيء، خاطر ماش فما توازن، ما لقاتش عباد تتوازن معها، اغتنمت الفرصة. احنا كنا مقسومين، شوف انت في الانتخابات الرئاسية تقريبا فما يجي 10 من الناس من نداء القديم قدموا رواحهم، تصور كان الكل جمع مع بعض ربما رانا ربحنا الانتخابات الرئاسية. ولهذا احنا حان الوقت باش نوقفوا العراك الزايد ونخدموا مع بعضنا ونقربوا بعضنا ونحكيه كمؤسسات. أنا ما نحكيش على حزب، كل واحد عنده حانوته كما يقولوا، ومعناتها يتلهى بها وينظف بيته، وبعد نتقارب ونجموا نعملوا تحالف توحيد المشهد. جهان ما هي الشروط؟ توحيد مثلا نجموا نصوتوا الكل مع بعضنا وغدوة في المرحلة الجاية. شروط لتغيير موقف قلب تونس من التصويت جهان؟ عبيت تحب تخدم مع بعضها، كانت باش تتفق مع بعضها تنجم تقدم. نحيو شوية إيجوات، نحيو شوية العباد يلزمها توخر وتشوف المصلحة العامة، مصلحة البلاد أكثر من مصلحة الأشخاص. مصلحة البلاد في عدم التصويت جهان؟ فما شروط لتغيير ربما رأي قلب تونس، ربما اليوم كان الحكومة هذه بيتمش منح الثقة، هل فما شروط للعودة والدخول مجددا للمناقشة مع شوف حكومة؟ احنا منذ شهرين ما ظهرليش كان احنا قصينا واحد، أما الكلهم قصاونا هكا ولا لا. انت شوف راشد الغنوشي وقت صوتنا عليه طلع لرئاسة البرلمان، من الغدوة الصباح خرج قال الحكومة بلا قلب تونس. احنا قعدنا نشوف نتفرجوا فيه، معناتها ما عندناش مشكلة، احنا نعملوا في السياسة مش نعملوا ما عندناش في با سنتيمون، فهمت؟ نحن منفتحين ويدينا محلولة للعباد الكل اللي تحب تعمل حكومة مصلحة فيها مصلحة الوطن، حكومة اللي باش تمكن تونس بتخرج من المأزق اللي هي فيه. بكل وضوح يا جهان، احنا نحكيو حتى حد ومن حب حتى حد يقصينا، حتى واحد ما ينجمش يشط علينا حتى شيء، واللي ينجم يعملها بلاش قلب تونس يتفضل مرحبا به، ينجم يعملها. جهان اخر سؤال بكل وضوح يا جهان، بكل وضوح، ما هي اسمعني فقط بكل وضوح، ما هي الشروط ان توفرت غير قلب تونس موقفه في التصويت؟ في هالساعات اللي ما زالت للتصويت لهذه الحكومة، اللي هي بتقولك شنو ما الشروط اللي ممكن يقبل بهم قلب تونس لتغيير بوصلته في التصويت؟ سامحني رانا مناش نبيع ونشريه، مش انت تقول عليكم في البرلمان مرشي سوق ودلال، اعطيني ونعطيك ضروري للتوضيح للرأي العام. مش نفسر لك، نحن من الأول قلنا رئيس الحكومة هذايا تحيدنا تبدلنا وزارة السيادة ونحبوا نحكيوا على التشكيله ونحبوا نحكيوا على البرنامج، لكن فما ما حكينا لا على برنامج لا على التشكيله، على وزارات منحت في اخر لقاء، في لقاء اليوم منحت لحشتون. مش صحيح، مش صحيح، واحنا ما جيناش نبيعوا نشري في الوزارات. راهو احنا الحزب الوحيد اللي قال النواب مش باش يدخلوا في الحكومه، والقياديين في قياده الحزب مش داخله في الحكومه، دونك نحن مش معنيين، نحبوا احسن توانسة ممكن، العباد اللي عندهم أكفأ توانسة ممكن دور يعني شؤون البلاد. شكرا لك سيد نبيل القروي رئيس قلب تونس، الهام هذه كل المعطيات تقريبا فيما يخص كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب، وأكيد نحن تغطيتنا ما زالت متواصلة. شكرا لك جهان اللواتي مباشرة مجلس نواب الشعب. نحب منك تعليق سيد محسن مرزوق، وطرحنا على سينبي القروي سؤال واضح، ما هي الشروط ان توفرت غير موقفه؟ هذا مطروح في الكواليس، لكنه قال المسألة ليست بيع وشراء، فماش هنا بيع وشراء في السياسة، في الكواليس، في الاجتماعات، تغيير المواقف، ما عرفش بيع وشراء في السوق. العالم معمول معناها مقسم ثلاثة مجالات، مجال السوق ومجال السياسة ومجال المجتمع المدني، فالمفروض بيع وشراء كان في السوق. لكن أنا نحب نقول أنه باهي الثبات على الموقف، باهي معناها اللي قاعد الناس الكريم نسمع فيه هذا به، المهم التصويت لازم يكون في نفس التوجه، انه زاد يتجاوز خلافات مع يوسف الشاهد، اعتقد انه شيء ايجابي، ونحب نحمل المسؤوليه، وهذه المسؤوليه نفسي زاد الاطراف اللي اليوم مثلا كانت متقاربه جدا حتى في التنسيق نتاع مواقفها في علاقه بالحكومه، ان يبقى التنسيق ما بيناتها في المرحله المقبله حتى 99 نائب هذا مو اكثر، خاطر تقريبا نحي انت مثلا 475 من 217
نحكي على النواب الكل اللي هما جايين من نداء تاريخي اليوم اكثر من 90 ونحكي على 43 للكتلة الديمقراطية. انا اعتقد انه يلزم يقعدوا مع بعضهم في الفترة هذه باش يحدوا كيفاش يخدموا مع بعضهم في المرحلة المقبلة، وما فيها باس غدوة كان فاوضوا مع الرئيس يفاوضوا بفكرة واحدة. هذا يولي في عوض الرئيس يشوف الناس الكل ينقص شوية من الدوران وينربحنا الوقت، وهذا يمكن يمهد فيما بعد الى انه المشكلة مش نتقاربوا برك، نتقاربوا ايضا في المواقف، مش في التهديم فقط، مش في الرفض، في البناء. لذلك انا اعتقد انه هذا الى حد الان يقعد شو فيه كلام معناها ايجابي. ان نحب ناكد هنا في الجانب هذايا نتفق مع الدكتور الخلفاوي في انه النظام الديمقراطي يتبنى بشويه بشويه ونظام البرلمان يتبنى بشويه بشويه. وطبعا لما نبداو في تجربه كما هذه ما نعرفوهاش ديما نخافوا ما نعرفوش. يعني انسان اسمع الرعد عمله صنبقه، قال هذا اله الرعد، والاخر عمل اله البرق، والاخر اله كذا. في السياسه توا ثم حوايج تصير صحيح، ماشيين الرئيس مش انتخب معناها شخص يمكن يقر شخص يمكن ويمكن الحكومه ما تعداش. مش مشكل طالما في البلاد هذه ثم ناس قادرين يقعدوا حول نفس الطاوله وقادرين يلقاو امكانيات وحلول. وما تنساش ثم دور اخر، معناها ثم دور المنظمات الوطنيه اللي لعبت دور وقت الحوار الوطني. اذا هناك امكانيات متعدده. الحاجه الوحيده باش نختموا هالحديث المتميز معاكم هو الاساس هي الناس المواطنين اللي نخبوا اللي هما قاعدين يقولوا اصواتنا اللي حطيناها في الصندوق هذاك باش نجيبوا بهم تغيير في حياتنا. وين التغيير في حياتنا في الظروف هذه؟ اكل المواطن اللي قاعد في القريه ولا في الحي ولا الطبقه الوسطى، ولا نحكي على الناس اللي الجندي اللي قاعد يسال توا شنو هو السند السياسي نتاعي. هذا لازمنا نفكروا فيه، واعتقد رئيس الجمهوريه على الاقل باعتباره هو منتخب من طرف الشعب مباشره يستطيع ان يلعب دور في الاتجاه هذايا. أنا مع طبعا اقتراح بسيط انه اقل ما يمكن نقصوا شويه في طول الخطابات معناها فقط، وانه نبحثوا على معناها تطمين الناس اكثر من زيدوا في المخاوف نتاعهم. في غير ذلك انا شخصيا مانيش خايف، متقلق مركز كيما الناس الكل، لكن ما ثماش خوف. محمد صاحبي الخلفيوي باش نختموا هذا الجزء من الحوار، وبعد شويه باش يكون ضيفنا سيد العبيد البريكي بعد قليل. الكتله الحاسمه نجم نقولوا قلب تونس، وعلى ما يبدو اخر كلام ليه وكان معنا رئيس الحزب نبيل القروي يقول ماناش باش نصوتوا، ما فماش تصويت لحكومة الجمهورية. هل هي حكمة، هل هي كتلة حاسمة؟ كتلة مهمة حقاً؟ معناها الآن إذا كان هو ما صوتش نجمو نحكيو على عدمنا إلى الثقة؟ كتلة مهمة 38 عدداً بالحساب بورقة وستيلو لحكومة سي الحبيب الجملي، شبه مؤكد سقوطها الليلة. من بعد ما نحبش ندخل في النوايا والأسباب، ولكن هناك حصل تغير موقف مهم في وسط الجمعة هذية. واعتقد ان هناك مساله ايجابيه انه حركه النهضه مع كامل التقدير والاحترام ما تنجمش تتصرف في المجلس ب 50 نائب كما تتصرف في مجلس وانت عندك 89 نائب. ما تنجمش حركه النهضه ب 54 مقعد تاخذ رئاسه برلمان، نفس اللي قاله سي نبيل القروي، بغض ان هو يقول يحلل في الوضع السياسي هذا قلناه لهنا عندنا مده. لما تكون انت اقليه انتخابيه وانت تحب تعمل حكومه وانت تكون ممثل فيها بقوه، كان من الافضل انك تلم الناس اللي انت ترى روحك انك تنجم تحكم معهم الجمعه اللي من بعد الانتخابات، تتفاهم معهم على رئيس حكومه معين، مش تجي الناس الكل تفاجئهم تقول لهم هذا اختياري واللي يشرب يشرب والا اللي ما يشربش يطير قرنه. معناه سي صاحبي بنفرج ايضا اليوم يظهر لي في اخر تصريح كتلة قلب تونس ماهيش باش تصوت لحكومة الجملي، وبعد نقولوا الالتزام بعد باش نحكيوا لانه هو عدديا معناها واضح، لكن معناها كملنا في الثنيه هذه ولكن ما صارتش معناها تغييرات دراماتيكيه حسابيا معناها نقولوا الحكومه تحت. نحب نرجع اللي كنا نحكي فيه قبل المداخله نتاع السيد نبيل القروي، هو حول التحديات السياسه الخارجيه في تونس واللي فيها معناها اقتراحات مع سي محسن. اعتقد انه كسوسوا في السياسه الخارجيه والا في التعيين الشخصيه ولا لا جيستيون نتاع الحاله الحكوميه اللي باش تصير بالمرور الى حكومه الرئيس، اعتقد انه التركيز نتاع السيد رئيس الجمهوريه ماهوش باش يكون بالقدر المطلوب، وهذا واضح لانه الرئيس لما دخل الى الانتخابات الرئاسيه وتقدم الى الشعب التونسي وتحصل على معناها على المرتبه الاولى في الانتخابات ثم على الاغلبيه ب 72% من الاصوات، كان عنده خطاب واحد وكان عنده وعد واحد وهو تغيير النظام السياسي وإرساء نظام المجالس.
أو نظام الحكم المحلي اللي ينطلق من القاعدة للقمة هو الآن مسكون فقط بهذا المشروع. فبالتالي لا أتصور أنه باش يمشي برشا في الـ في الـ في السياسة الخارجية للأسف الشديد، خاطر هذا هو دوره المفروض، يعني دوره الأمن والسياسة الخارجية ما من هذا هما إيسونسيالمون، ماهوش باش يمشي برشا. نخاف حقيقة، أخشى أنه حتى في تعاطيه مع الشأن الحكومي المستقبلي ممكن يكون ما يعطيش الأهمية القصوى، لأنه أعتقد أنه أهم حاجة في تونس موش النظام السياسي، موش تو في اللحظة دي في السنة هو الـ 12000 مليار اللي موجودين في الميزانية، في الميزانية المنقوبة متاعنا اللي ورثناها على الحكومة السابقة. لازمنا الآن نركزوا على الوضع الاقتصادي، لأنه الشعب التونسي اللي صوت القيس سعيد واللي صوت اللي هو في الاخر بكل اللي يهمه اساسا مكتوبه وامنه والخدمات العموميه. باش نختموا بهذا، نحب نشكرك برشا سيد محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس على قبول دعوه حضورك معنا اليوم في برنامج مع الناس. شكرا ليك. مازلت معايا في الحوار، بعد قليل يكون ضيفنا السيد عبيد البريكي امين عام حركه تونس الى الامام، لكن قبل هذا نشوفوا تقرير جهان علوان حول مسار مفاوضات تشكيل الحكومه ثم نعود. سباق ماراتوني شهدته حكومة الحبيب الجملي منذ تكليفها من قبل رئيس الجمهورية في 15 نوفمبر 2019 بعد اختياره من حركة النهضة. ومع انطلاق المشاورات حاول الحبيب الجملي الانفتاح على كل الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان وغير الممثلة والمنظمات الوطنية والشخصيات العامة والهياكل النقابية ومختلف مكونات المجتمع المدني، الأمر اللي جعل الصورة ضبابية وصعب معرفة الخطوط الكبرى والهوية السياسية لحكومة الجملي حسب الأطراف المعنية بالمشاورات. الطريق لم يكن معبد أمام رئيس حكومة مكلف لم يتمكن من إقناع السياسيين والأحزاب السياسية بما فيها حزب حركة النهضة اللي شهد اختلافات بين قياداته بسبب اختيار شخصية الحبيب الجملي. وبعد أعلن الأخير التواصل الاتفاق مع قيادات ما يعرف بالخط الثوري في ندوة صحفية خال إثرها المواطن التونسي إنه الأزمة انفرجت والحكومة تشكلت ساعات قليلة وأصدرت كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس بيانات تعلن انسحابها من الحكومة. مواقف بعثرت بوصلة الجملي وزادت من تعقيد المشهد وتطويل المدة الدستورية ليلتجأ رئيس الحكومة المكلف إلى طلب تمديد الأجال الدستورية من قبل رئيس الجمهورية. الحبيب الجملي الفاقد للحزام السياسي يعلن يوم 2 جانفي 2020 عن حكومة كفاءات مستقلة بعيدة كل البعد عن الأحزاب السياسية حسب قوله، حكومة مقترحة تعرضت منذ الأعلان عليها لانتقادات وتشكيك في استقلالية البعض من أعضائها وشبهات فساد تحوم حول البعض الآخر، الأمر اللي خلى الأحزاب المعنية بالتصويت متردة في حسم موقفها لحظات قبيل الجلسة العامة لتكون الكلمة الفصل اليوم لمجلس نواب الشعب. فهل ستمرر حكومة الجملي رغم كثرة اللائحات المرفوعة؟ طبعا هذا سؤال ما زال مطروح إلى آخر الجلسة حتى نعرفوا الإجابة عليه في علاقة بالتصويت لحكومة سيد الحبيب الجملي الحكومة المقترحة. طبعا والجلسة العامة ما زالت الآن، نحكي أكثر تفاصيل وأكثر تحليل في برنامجنا اليوم في تغطية خاصة للجلسة العامة. ويحضر معنا سيد عبيد البريكي أمين عام حركة تونس للأمان، شكرا لقبول الدعوة، مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. طبعا مرحبا بك سي عبيد، ومعي ايضا صاحبي الخلفي وبحث في علوم سياسيه وايضا صاحبي بن فرج في التحليل السياسي مره اخرى. نحكي وانا نحب منك تعليق على الجلسه العامه اليوم وتوجه السيد الحبيب الجملي الى مجلس نواب الشعب دون ان تكون هناك ضمانات لمرور هذه الحكومه. نجدد شكري للدعوة في الظرف هذا اللي يمكن كلمة دقيق شوية فيه، تعيش تونس مرحلة ما نحبش نقول ما عشتهاش قبل، فما يمكن تشابه كبير بين اللي صار في ظرف معين والوضع الحالي. أنا نحب نبدأ بملاحظة، ما يمكن نتيجة قراءة الواقع يبدو لي أنه الأمن تو في المرحلة الحالية يجب يكون على أهبة تامة في الداخل، خاصة في ظل ما يحدث في البلاد الكل، معناتها الوضع متفجر بشكل اللي مهما كانت النتائج تاع اليوم الأمور إن شاء الله تعدى سلامات في انعكاساتها الأمنية في البلاد إن شاء الله، لأنه التوتر بلغ أقصاه تو وعشنا تجارب قبل. توتر سياسي، التوتر على المستويات الكل، الاقتصادي والاحتجاجات اللي نشوفوا فيها بارتو
رغم زيارة رئيس الدولة مخالفاتها كانت عكسية، ما كانتش زيارة متعتمدة في ولاية القصرين. المشاحنات السياسية اللي وصلت للأقصى من خلال الحديث، ردود الفعل اللي موجودة، بداية تطبيق قانون المالية اليوم في بعض زيادات ولت بارزة، يعني وضع معقد متوتر مفتوح على كل الاحتمالات، هذا نقوله بين قوسين. بالنسبة اللي صار اليوم أعتقد أنه هذيك هي خاصية حركة النهضة من غير ما شخصها، ديما تراهن على اللحظات الأخيرة وديما معناتها تحاول تستعمل المخاتلات، المخاتلة في تشكيل الحكومة وتركيبتها من الأول، والمخاتلات في في علاقة بقية الكتل، وما قالتش حاجة أخرى خائبة لها، أنه كان من المفروض تقرأ الواقع بالصحيح قبل ما تعرض الحكومة على مجلس النواب، لأنه عدم عرضها أفضلها من عرضها وأسقطها، معناتها أتعس وضعية بالنسبة لحركة النهضة اللي تآكلت تدريجيا من خلال نوابها هي وضعية عرض الحكومة وإسقاط الحكومة من داخل مجلس النواب، معناتها أنا نقول شبه نهاية. والتناقض الداخلي اللي بيناتهم تو باش يزيد يعقد المسألة وتزيد يتفجر تناقضهم الداخلي اللي ما عادش خافي حتى على حد يحاولوا يخفيوه بكل الطرق، لكن ما عادش فيه يتخبى مستقبلا، باش يزيد يعقد أوضح. معناتها عملية عرض الحكومة هي مجازفة من حركة النهضة وفق سياستها اللي دائما وأبدا كانت معناتها قائمة، ونزيد نقولها، على المخاتلة في علاقة بقية يعني اللحظات الأخيرة ممكن تصنع المفاجأة اليوم في علاقة بالجلسة العامة. حسب التمشي معناتها ما نحبش نقول مستحيل، لكن يصعب جدا، وحسب التصريح اللي كنت نسمع فيه معكم تو تقريبا الناس كانت متخوفة من الجلسة اللي تمت معناها خلال جلسة البرلمان بين نبيل قالوي ورشيد الغنوشي، تخوفت الناس من هذا، وربما استحضرت صورة مجلس النواب وانتخاب رئيس مجلس النواب. أعتقد أنه تحسمت المسألة حتى لو باش تتوجد بعض التجاوزات باش تكون ما هيش كبيرة من داخل الكتل، وكنت نسمع في العملية الحسابية حسابياً أعتقد أن الحكومة اليوم ما هيش تعد. أعتقد أنه ما هيش بشتعد. سعيد البريكي، هناك من دعا من الآن الاستعداد والتفكير في كفاءات أخرى وفي اقتراحات في علاقة بالسيناريو الثاني واستعداد الأحزاب للتشاور مع رئيس الجمهورية حسب نص عليه الدستور، التكليف لشخصية الأقدر لقيادة المرحلة القادمة. هذا يلزم الوقوف عند بعض حاجات فيسا وقت اللي نحكيه على الجاي. يلزم نتعظوا بالسابق، كل المراحل اللي عديناها تقريب بصرف النظر جماعة 0 فاصل والعشرة فاصل والمية فاصل، كلها كانت قائمة على حاجة اسمها تخويف الناس، والحل اللي يقوم على التخويف كما يقولوا بخلدون في مقدمته ما نجمش يمشي بيك القدام. راهو إذا كان ما تقيمش حاجة صحيحة حتى لو تبطأ ومش على قاعدة تخويف الناس، ردوا بالكم ما عشناها مع بن علي قبل، والله فما تغول كبير متاع نهضة لما الناس النتيجة بعدها كانت معروفة، الباجي قائد السبسي رحمه تقريبا نفس الشيء، بيجوا يا جماعة اتسترى، لكن النتيجة كانت نفسها، كانت قائمة على التخويف. حكومة الوحدة الوطنية اللي أنا دخلت لها من الأول راهو ما فهمش برنامج، وإذا كان ما فهمش البلاد باش تغرق، وإذا به تتعمل الورقة في معناتها جوهرها ممتازة في ظهرها سامحني، وفي مستوى الممارسة ما تطبق منها حتى شيء. اليوم رئيس الحكومة هذا اللي ردد فيه ليبيا وتونس، يا سيدي ما تسالش، نبنوا حاجة على الصح، وكما يقول كيف ابن خلدون مقدمته على برنامج اجتماعي يقوم على عدالة. إذا كان ما تبنيش على العدالة الاجتماعية ما عندك وين تمشي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، توهمنا كثيرا أنه الانتخابات وحدها وقت اللي تنجح معناها عملنا الديمقراطية، سي بافري، هذا خطأ كبير. تعمل انتخابات ناجحة إيه؟ تقاس أو يقاس مدى التقدم في الديمقراطية بما يمارس ما بعد الانتخابات. اليوم مش بها فرنسا عمل انتخابات وماكرون طلع، شوف صاير في فرنسا، يعني المشهد اللي عايشينه اليوم حسب رايك سعد البريكي يتعارض مع الديمقراطيه. يتعارض مع الديمقراطيه ليش؟ لانه فما جانب بدا يتحرك رغم انه معطل، لانه تشوه، هو مساله الحريات اللي وصلت الى درجه ما ادتش النقاش حر بين الناس يقوم على احترام المتبادل، ولا سباب، والناس كل تسب في بعضها وما يسبكش كطرح كفكره، يسبك كذات ساعات وتشنجت حتى في الجانب السياسي. الديمقراطية في وعدها السياسي ما جاتش، ما قدمتش. والأخطر من هذا، الديمقراطية إذا كانت تقدمش في بعدها الاجتماعي ما فهم حد شيء. اليوم البعد الاجتماعي في المسألة الديمقراطية مضروب، وذاك علاش الأطراف اللي طرحت
معناها طروحات اجتماعيه اللي معناها حركه الشعب اللي سبوا فيها اليوم اتسترا قاعده مكتسحه لانه تطلع في جانب اجتماعي. بلغه اخرى الانتخابات وحدها ما هيش كافيه باش توصلنا غادي. والملاحظه الثالثه حلقه اخرى تزيد تشوه السياسيين في البلاد. اش معناتها؟ عندما احزاب سياسيه توعد بحاجات معناتها رئيسيه في برنامجها ديما ناخذ النداء ديما ناخذ المرحله هذيك نتاع خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا وصار ما صار. الناس من وقتها بدات تيأس بالسياسه واللي راهنوا على التجميع من اجل مسار حداثي في ابعاده المختلفه صارت لهم احباط وخيبه امل بالاضافه الى الاحباطات الاخرى اللي اصابت الشباب الى اخره. مثال يعني يشمل التقارب بين تحيا تونس قلب تونس اليوم؟ تحيا تونس قلب تونس نفس الشيء لانه التقارب علاش كان؟ مهمه واحده تقريبا هي الحكومه اعتقد ما نعرفش شنو اللي باش يصير بعدها. المهم المشهد السياسي من وقتها بدا يتشوه. حكومه الحبيب الجملي زادت السياسيين والاحزاب السياسيه تشويها. وباش نجي لسؤالك حكايه الكفاءات في المستقبل في الملاحظه الرابعه. اش معنى هذا؟ دورنا 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 ما نجموش نعملوا حكومه سياسيه. ما اش معناتها؟ الحكومه ما تنجمش تكون كان سياسيه بامتياز. الكفاءات الاداريه انا كنت وزير وظيفه عموميه. تونس تملك من الكفاءات ومن التكنوقراط ومن المديرين العامين ما لا تملكه بقيه البلدان العربيه وانا زرتها الكل. عندنا كفاءات رهيبه. المشكل وين؟ المشكل شكون يوجههم؟ شكون باش يوجههم؟ هو رجل السياسه. الحكومه اذا كان ما تكون السياسيه ماهيش باش تمشي لقدام. اش معناها حكومه كفاءه؟ وتجيب حكومه كفاءه في مرحله تونس معناها وضعها معقد جدا وتقول هاي كفاءات وتضح فيما بعد اللي دخلتها في بعضها سامحني في العباره. تجيب قضاة وتصرح اليوم في خطابك ساطهر القضاء. كيفاش من جهه باش تطهر القضاء وتقر عمليا بانه فيه تجاوزات ومن جهه اخرى تعتمد اربع قضاة في الحكومه نتاعك منهم زوز ولا ثلاثه تاريخهم معروف. سي ان كرون بارادوكس ما يخليش الناس تقتنع بيك وتقول لي هذه كفاءه. كفاءه فاش؟ في التعامل مع الجهاز السري، كفاءه في التعامل مع الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان. وهذا يطرح مشكل كبير لازم يتعالج تو. الى اي مدى يمكن اعتماد رجال السياسه لاي مدى يمكن اعتماد السياسه على القضاة؟ ما تقول قضاء مستقل هذوما غدوا ما يتعداوش الجماعه الاربعه مثلا، ما هي فرضيه ولا شو يعملوا هذوما؟ باش يرجعوا القضاء؟ يرجع القضاء اش معناه؟ مهما تجرد ومهما كان موضوعيا في تعامله سيتعامل مع القضايا بخلفيه، يمكن الامور تزيد تتعقد خاصه في المساله المبنيه في علاقه بالجهاز السري والاغتيالات. قاعدين نخبط خبط عشواء سامحني مش سب حتى الحد في عمليه الاختيار اللي نجحت ولا ما نجحتش الامور باش تزيد تتوتر اكثر وتتعقد. محمد صاحبي الخلفاوي يقول لي السي عبيد البريكي يقول لك نبنيو من جديد حتى وكان سقطت الحكومه هذه في المجلس فالبناء يلزم يكون من جديد لانه فما وضع اجتماعي متحرك وضع امني يخوف. اليوم المرحله الثانيه السيناريو الثاني نجم يكون هو البدايه الجديده. أفلاطون وقت يتحدث على الأنظمة السياسية اعتبر أنه أسهل مرور للاستبداد يصير عن طريق ديمقراطية. عنده تصور خمسة أنظمة سياسية كل واحد يهز اللي بعده والمرور للاستبداد ما يصير كان عن طريق الديمقراطية. وقتاش؟ وقت تتحول إلى هزان ونفضة، وقت تتحول إلى فوضى. شنية اللي ما يحولش الديمقراطية إلى فوضى؟ التصور السياسي. شنية معناها التصور السياسي؟ وقت الفكرة اليوم لو كان جينا نشوفوا في ناس في كفاءات سياسية في الحكومة ما نتصور انه حتى خاطر ما حشتهاش الحكومات راهو كان بدعم داخل البرلمان. راهو انك تاخذ ثقة 109 مش معناها سي باش تخدم. سي الحبيب الصيد خذا 170 بعد وقت خرج باربع اصوات. خرج باربع اصوات من 170 لاربعة. ما شكلش حزام وراء معاه مش كان من داخل البرلمان حتى من خارج البرلمان. اي حكومه باش تجي غدويكا لازمها دعم داخل البرلمان، هذا ضروري، ولكن ايضا لازمها دعم البرة. كيفاش تدعم روحك البرة؟ انك تعطي للناس حلمه، انك تعطي للناس تصور، انك تعطي للناس ثنيه. نجم خليني نخالفك ما يسالش، انا عندي قناعه انه ما نعرفش انه الستيلو الازرق هو احسن ستيلو. قل لي انا باش نعمم الستيلو الاحمر في البلاد مش مشكله، اما اعطيني قل لي راني باش نعمل. خليني نلقى اساسا على شنو باش نعارضك، على شنو باش نحكي معاك. السي الحبيب الجملي اعتقد انه اذا كان نجموا نعملوا كتاب، فما سيري نتاع كتب الفرنساويه اسمها بور لي نول. كومون راتي لا فورماسيون دان غوفرنمون، نجيو نحكيو على شنو عمل السي الحبيب الجملي. وكهو
ونرجع للشكل الاساسي راهو لا مشهد سياسي لا نظام انتخابي لا حتى شيء. الاختيار السياسي للاحزاب السياسيه وبنيتها الداخليه قبل الانتخابات خلال نعرف احنا كل حزب لو كان ناخذوا الاربع خمسه تشكيلات الكبيره في المجلس اليوم قبل الانتخابات هل نحن متاكدين من كل حزب شكون مرشحه لرئاسه الحكومه لو كان ربح؟ ما نعرفوش، ما نعرفوا حتى واحد فيهم. وهذه الاشكاليه اليوم وقت تدخل في انتخابات مهما كانت البلاد في الديمقراطيه في اسبانيا في ايطاليا اللي هما عندنا شبه بهم في النظام السياسي، اسبانيا ايطاليا انجلترا البرتغال، الناس تبدا داخل الانتخابات تعرف اصلا وزير الصحه شكون، تعرف تختار، تولي انت تعرف تختار ما بين خيارات كبيره سياسيه واقتصاديه ولكن ايضا في الاشخاص. معنا الناس انتخبت على اساس البرامج؟ والله بختار ما انتخبتش على اساس البرامج، ما انتخبت على اساس توجهات كبيره. والتوجهات الكبيره مش لازم تتسمى بالاسم ومش لازم انا نفهم في الفيسكاليتي تي في ا وتاكس، اما نعرف تصورات وتوجهات كبيره. وقت نحكيو مثلا ايامات الثوره هل كان عندها برنامج سياسي ولا كان عندها برنامج سياسي الثوره؟ شنو حرقان المقر التجمع وحرقان مقر مركز الشرطه، ذاك برنامج سياسي. وقت تتحدث انت على اختيار ما بين قيس سعيد ونبيل القروي هذاك توجه عام. وقت تتحدث على انك تحط مجموعه احزاب في المراتب الاولى على رغم عدم التجانس ما بينتها اعطيت تصورات كبيره وتوجهات كبيره للبلاد. من بعد سامحوني في الكلمه مع كامل الاحترام والتقدير الفتفات الصغير اللي من برا ما ياثرش برشا، ولكن التوجهات الكبيره الناخب اختارها وعرفها وقالها. من بعد دور السياسي وهذا السياسي شيء لازم يعمل انه يحول هالاختيارات هذه هالتوجهات اللي يعطيها له الناخب يحولها الى خيارات سياسيه وقرارات سياسيه وتوجهات سياسيه. هذا ما نقص ما احد الاشياء اللي تنقص لحبيب الجملي. لكن اليوم اذا كان نحكيوا على الكفاءات وال يقول لك منذ قليل كان ضيفنا السيد احمد نجيب الشابي يقول لك حكومه كفاءات وطنيه مستقله او غير مستقله متسيسه، يقول لك لازم يكون فما سياسات اذا ما تروح، لكن يقول لك التقني اللي يكون على وزاره معينه التقنيه يكون مهندس وغيره، لكن لازم تكون فما سياسه عامه، لازم توجه عام، لازم يكون فما فكر سياسي يمشي به الوزير او غيره حتى يتم التطبيق عن طريق التقني اللي يكون في الوزاره. هذا التوجه حكوا فيه عديد من الخبراء، هل تساند هذه الفكره محمد صاحبي بن فراج؟ طبعا ما فماش حوكمه، ما فماش تسيير نتاع دوله تسيير نتاع بلاد اذا كان ما يكونش عندك رؤيه، يكون عندك رؤيه سياسيه. والاداري عمره ما نجم يكون عنده نفس الرؤيه السياسيه المطالب بها السياسي، لانه الكارير نتاعو الاداريه ماهيش نفس الكارير نتاع الشخص اللي متكون في حزب سياسي واللي خاض المعارك السياسيه واللي خاض في الجامعه واللي طلع بعد في النقابه واللي في الشارع واللي في كذا وعلى الفضاءات العامه. الاداري راهو عنده توجه معين وعنده كارير معينه وعنده تكوين معين. الفيزيون راهي عند الشخص اللي تحط على راس الوزاره، ولكن الفيزيون هذيك ماهيش نتاع هو بالذات، هي نتاع الحزب اللي وراه اللي تكون اللي دابور ساعه تلم على منطق سياسي على رؤيه سياسيه على هويه سياسيه ومنها هي خرج كوادر نتاعه وكونهم على الرؤيه هذه باش نهار اللي هما يربحوا الانتخابات او يربحوا جزء من الانتخابات نهار اللي ياخذ وزاره الشباب والرياضه ولا ياخذ وزاره الصناعه ولا ياخذ وزاره الثقافه يحط الشخص اللي عنده الرؤيه نتاع الحزب باش يطبق. ونهارتك الاربع خمسه احزاب تلموا ولا ثلاثه احزاب تلمدوا باش يعملوا حكومه كل واحد يعطي البرنامج نتاعه والرؤيه نتاعه ويعملوا رؤيه مشتركه اللي باش يجي يعبر عليها السيد رئيس الحكومه قدام البرلمان باش يتناقش العباد. هذه هي المنهجيه. راهو احنا انا كنت اسمع توا في سي نبيل القروي وقت يتكلم يقول لك احنا في النداء الكبير في النداء نتاع قبل النداء الكبير وتخلفنا وتعاركنا وغدوه نجم نعاودوا نتلمدوا ونعملوا تقريبا اعاده انتاج نفس الاخطاء. راني مش معناها ضد مساله التوحيد وضد مساله التوازن السياسي، لا مطلوبه واحنا ما نجموش نواصلوا نعيشوا في اطار انه حزب فقط عنده 20% يحكم في 80% مش معقول وهك تشوف وهو نفسه غير قادر انه باش يعمل هذه. ولكن نفس العقليه نفس المنهجيه في تكوين الاحزاب السياسيه وفي التوحيد وفي التشتت وفي العرق يتم اعاده انتاجها ما دام ما وقفناش وعملنا وقف التامل وغزرنا عملنا روتروسبكتيف وشفنا علاش فاش نجحنا وفاش فشلنا فاش كنا باهين وفاش كنا خايبين وعلاش تعاركنا. تو تجي تقول لي انت معناها احزاب كما نتذكر في نيدا تونس وكنت تقريبا كنت ذكرتش كنت النائب الوحيد اللي صوت ضد حكومه حبيب الصيد لانه ماهوش معقول انه حركه نيدا تونس تربح الانتخابات تحت عنوان انه النهضه ارهابي
والنهضة تخوض الانتخابات تحت عنوان النداء تونس راسكت وبعد يقال واحد في الحكومة. انت عاودنا نفس هذا السيناريو. احنا مازلنا ما عودناش لكن قاعد نرجع لك. سامحني سي صاحبي بنفرجني انه مش نمشيو مرة أخرى لمجلس نواب الشعب مع زميل زياد حسني مباشرة من مجلس. مرحبا بك زياد مرة أخرى. مرحبا إلهام، مرحبا بك. ضيفك زياد السيد فتحي العيادي نائب رئيس حركة النهضة، تفضل. مرحبا بك إلهام من جديد من مجلس نواب الشعب، وين تتواصل الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة حكومة السيد لحبيب الجملي. إلى حد اللحظة يبدو أنه المعطيات لم تتضح بخصوص ما إذا كانت حكومة السيد لحبيب الجملي ستتحصل على العدد الكافي من الأصوات لنيل الثقة. هذاك علاش احنا معنا توا السيد فتحي العيادي النائب على حركة النهضة. سي فتحي، هل اتضحت المسألة بالنسبة لحركة النهضة؟ وهل حسب المشاورات اللي جرت اليوم 109 من الأصوات الكافية لتمرير حكومة سيد الحبيب الجملي؟ والله بوضوح ما زالت المشاورات قائمة، ما زلنا نحاول نتحدث مع مختلف الأطراف السياسية مع النواب بصفة عامة، نحترم مواقف الأحزاب التي أعلنت لحد الآن، وإن شاء الله المازال شوية وقت إن شاء الله تتغير هذه المواقف في اتجاه المصادقة على هذه الحكومة. واضح اللي لحد الآن المعادلة ما زالت مش واضحة دقيقا بشكل دقيق وبشكل محسوب مليح مليح، ولأجل ذلك نأمل أنه خلال الليلة هذه تصير مشاورات أكثر وحديث أكثر ومصارحة أكثر بين مختلف الأطراف هذه اللي ممكن تلتقي على منح الثقة لهذه الحكومة. الأطراف هذه هل نحكي سي فتحي على قلب تونس؟ ربما هل تم الاتفاق على أنه يتم إقناع قلب تونس ربما للتصويت مع الحكومة المشاورات هذه؟ هي مشاورات مختلفة مع كل الأحزاب السياسية مع كل الكتل، لا نستثني أحدا لأن الموضوع الآن يهم مستقبل هذه الحكومة، يهم انتظارات شعبنا. الناس كلها الشعب التونسي قاعد ينتظر في هذه الحكومة، وكما قلت خليني نكون واضح وصريح، هذه المشاورات ليست سهلة، فيها شوية صعوبات، فيها شوية تعقيدات، فيها ما هو نفسي، فيها ما هو شيء آخر، وبالتالي قد نحتاج شوية وقت. بمعنى هذه المشاورات ليست سهلة بمعنى؟ واضح، أنا وضحت قلت لك اللي المواقف الأحزاب السياسية، لأن لو نتبعوا بعض المواقف تجدها في بعض الأحيان تتجه نحو التصعيد، في بعض الأحيان تخفت شوية تهدأ شوية، فنحن في حالة خاصة في مجلس نواب الشعب في الفترة هذيك، في الفترة هذه بالأساس تجد أنه المواقف غير ثابتة متحولة ومتحركة، وترتبط في بعض الأحيان بعبارة، ترتبط في بعض الأحيان بخطاب سياسي، ترتبط في بعض الأحيان بتصريح هذا أو ذاك، ولأجل ذلك قاعدين نحاولوا كيفاش نلموا الناس الكل نحو بعض المبادئ الأساسية نلتقي عليها إن شاء الله. الأطراف اللي تحكي عليها أنه تحاولوا تلموها، شكون هي بالضبط؟ أنا قلت لك إحنا الآن حديثنا مفتوحة مع كل الأطراف، تحدثنا مع تحيا تونس، تحدثنا مع كتلة الائتلاف الوطني، تحدثنا مع أيضا قلب تونس مش بعيد على الحديث وعلى المشاورات، الأطراف كلها قاعدة تتحاور وتتناقش وقاعدة تبني في مواقف. ائتلاف الكرامة نحكي معناتها. ائتلاف الكرامة موقفه واضح، ائتلاف الكرامة داعم لهذه الحكومة موقفه واضح، وقاعدين ننسقوا معها أيضا، قاعدين ننسقوا معها أيضا في لبناء تحالف أوسع وأكبر يدعم هذه الحكومة. على الأساس هذا كم ضمنت حركة النهضة إلى حد اللحظة من الأصوات لدعم هذه الحكومة؟ ما نجمش نقول بشكل نهائي، يعني نحن بين المعلومات تقول أنه وصلت إلى 100 صوت تقريبا. يعني 100 تنجم تقول حاصلة كما 140 ممكن تحصل. يعني احنا ما زلنا كما قلت لك بعض الكتل العرب عبرت على موقف نهائي، احنا بشكل واضح ما نحبوش الان ندخلوا في نقاشات مع النواب ولا مع الكتل بشكل جزئي، نحبوا نناقشوا من ندخلوا الابواب من ندخلوا الاماكن من ابوابها، نتحاوروا مع قيادات هذه الاحزاب ولا نريد ان نؤثر على كتله من الكتل من خلال علاقات شخصيه، فقط نحترم كل كتلة ونحترم كل حزب ونحترم موقفه، وبالتالي الحديث الأساسي والصحيح يكون مع رؤساء الأحزاب مع رؤساء الكتل. سي فتحي، نكون واضحين للناس اللي يتفرجوا فينا، حسابيا تقريبا حركة النهضة كم ضمنت وحكومة الحبيب الجملي كم ضمنت حسابيا؟ الحقيقة أنا ما حسبتش، لكن كما قلت الآن اللي مطمئنين له نكون نوصل ل 100، والمطمئنين له أكثر أنه إن شاء الله من خلال المشاورات نصل إلى 120 صوت، لكن كما قلت لك هذا كله مرتبط بالحوار وبالمفاوضات. ما زال الحديث مبكر شوية على حصيلة نهائية، معنى اللي تقول ممكن تتعدى الحكومة ممكن ما تتعداش، هذا وارد وهذا وارد، خليني نكون واضح مع الناس ومع الشعب التونسي، هذا وارد، ممكن أن تمر الحكومة وممكن أن لا تمر الحكومة. بالنسبة لحركة النهضة، الكواليس اليوم في البرلمان تتحدث على أنه ربما حركة النهضة ستصوت للحكومة رفعا للحرج،
بما معناه انه حركه مش النهضة. ربما مش ربما حركه النهضه عندها موقف واضح وثابت اعلنه الشورى في جلسته الاخيره، نحن سنصوت لهذه الحكومه حتى اقتناعا هذا بطبيعه الحال كنقول اقتناعا هو بناء على موقف، والموقف هذه فيه اعتبارات كثيره، فيه من المعاني اللي اكدناها في مجلس الشورى ان الحكومه يلزم تكون سياسيه وتعديلات كثيره، على اي حال هذا هو الموقف. شكرا لك سي فتح العيادي، شكرا، العوده لك الهام. شكرا لك زياد حسني مراسل برنامج مع الناس للمجلس النواب الشعب. نرجع معك سي عبد البريكي، اليوم يقول الموقف غير ثابت، قاعدين نحاولوا لهذه اللحظه نلخصوا تقريبا ما جاء على لسان سيد فتح العيادي نائب رئيس حركه النهضه. الى حد اللحظه هذه ما زالت حركه النهضه تحاول ان تقنع المترددين للتصويت. مش نورمال، مش بالسيب حتى الاخر لحظه، مش تحاول حتى الاخر. اللي كنت نسمع فيه من الغرائب انه تصبح حركه النهضه طرف من احزاب الثوره، او ناس تحكي على احزاب ثوره منهم يقولوا احنا احزاب حزب انا ثوره تحكي عليها. حركه النهضه تحكم من 2011 في تونس، من 2012 معناها من الترويكا. شنو الثوره اللي شفناها في عهد حركه النهضه؟ شفنا تصريح كبير، هدف استراتيجي رسموه اسمه الخلافه السادسه، وكل التمشي اللي برز اخيرا لما ولا عندهم سند اسمه ائتلاف الكرامه هو تكريس لنظام الخلافه من خلال مشكله الزكاه اللي طرحت في مجلس النواب. ما تخلوش على هذا. لكن سي عبد البريكي شنو احزاب الثوره؟ معني حتى الناس اللي تبع فينا اليوم كانوا حزب الثوره، حتى حزب الثوره شنو حزب الثوره؟ هم يقولوا احنا احزاب الثوره، معناتها هل هناك احزاب ثوره؟ الكرامه يقول لك انا جابني الثوره. بالنسبه لنا كيفاش تقيم انت حركه النهضه ولا تقيمها الناس على انه حزب الثوره؟ والله اذا كان جات باش تمارس لاول مره وتقدم برنامج معين يمكن المساله تناقش. انت مارست شنو شافت الناس في عهدك؟ شافت علم تونس هبط، شفت اغتيالات سياسية، شفت الجهاز السري، شفت علاقات مع تركيا غرقت البلاد في التجارة، شفت صراعات ومواقف في علاقة بسوريا هلكتنا وولت عندها مخلفات ونحزنا القطب واحد. شنو اللي شفنا؟ شفنا اقتصاد ينهار يوميا إلى أن وصل إلى مرحلة أخيرة. هما في الأول طرف رئيسي وفي الثانية طرف رئيسي يحاول يتخبى ويقدم غيره معناتها قدامه. هذا اللي شفناه. لكن الصندوق أخطأ مرة أخرى سي عبد البريك، كل ما تحدث عنه اليوم الصندوق. صندوق عطاء، هنا نجي لمسألة البرامج. صندوق عطاء وعطاهم 52، عطاهم حزب أول ماهوش حزب أغلبي، وبدليل أنه اللي جاب 52 في نفس الوضعية اللي جابوا 0 فاصل، ماهوش قادر يحكم في البلاد لأنه ماهوش حزب أغلبي. هذا واحد. اثنين، راهو مادام مسألة الإسلام السياسي هكا برز مرة لطف زيتون قدم تصور وبعدها ما ظهرش، معناتها يقول راهو السياسة شيء والدين شيء. يا ريت التحليل هذاك تقدم معناتها في العملية. تاريخيا كنوا وين ونحكي يمكن تحت رقابه فيلسوف، وين كل وين تجمع الدين بالسياسه خربت. قال لي اكبر دليل على هذا حتى في الكنيسه. الراجل جاهم قال لهم لا تير تورنو تور دو سولاي، قالوا هذا كافر ويلزم يشنق من قبل الكنيسه، وماشي يشنقوا فيه يقول لي بورتوال تورن. الدين شيء، الدين لله والوطن للجميع. البرنامج اللي فما ملاحظه نحب نزيدها لك، راهو فما مشكله نتاع نخب مثقفين عندهم تصور اجتماعي باهي وما نجموش يبلوروه. علاش؟ على خاطر اقدر واحد على الخيانات هو المثقف. لانه المثقف اقدر واحد على تبرير الخيانه. واحنا في المسار هذايا نشوفوا في برشا مثقفين سامحني كثير من الملاحظات. مازالوا فقط في توقيت البرنامج. هذا كان التوقيت مشكل فيه. معناتها اليوم نشوفوا فيه عايشين الوضع هذا. تقول لي فما برنامج يقول لك ما فماش، ما فماش. شنو اللي فما سيدي؟ تغطي الكلمه برزت. النظافه. نحبوا واحد نظيف. رئيس دولة نظيف ورئيس حكومة نظيف. نظافة به، لكن باش نصلي وراها أنا نظافة. هذا باش يعمل لنا برنامج سياسي. رئيس الدولة مشى للقصرين قال الشعب يريد ما كتبه الآخرين على الجدران، وقال برنامجي راهو بإعادة الدستور، البلاد في خطر توا. توا واش باش تعمل؟ المفروض أعتقد في المستقبل، رغم أنه كما قلت الوقت، التشكيل الجاي يلزم يقوم أولاً على السياسيين. واحد. اثنين، يا خويا يجي نتفقوا، وين احنا اليوم؟ وين نحبوا نمشيو؟ وشنو هي الآليات؟ ومش بخطاب اليوم، يلزموا برنامج واضح فيه الحيلي، فيه على مستوى قصير المدى، وفيه الاستراتيجيون ماشيين مع بعضها. كي تتجدد الأرضية هذه وفيها القضايا الكبرى، اش باش نعملوا في المناجم؟ اش باش نعملوا في الاتفاقيات التجارة؟ اش باش نعملوا في المؤسسات العمومية في المستقبل وتكون مواقف معناتها جريئة؟ اش باش نعملوا في الكوربسيون؟ واش باش نعملوا في القضايا الأمنية؟ هذه 5 نقاط إذا الناس تحدد فيها برنامج حيلي توا منين باش يجيبوا الفلوس يمكن نجموا نفتحوا آفاق لتونس. باش نختموا الحوار في أقل من دقيقة، بينتكم معذرة بينتكم الزوز سي صاحبي وأيضا سي صاحبي، من مصلحة من اليوم
إعادة الانتخابات، من المستفيد إذا كانت أزمة الوضع اليوم ولم يتم التصويت؟ بظن ما نجغى ديك الخيارات الموجودة قدامنا، حكومة ضعيفة على الأخر تتعدى بالكورن قدام معارضة قوية ياسر، أو الذهاب إلى تعيين رئيس الجمهورية لشخصية. إذا كان مشينا للخيار الثاني، أتمنى أن يتحلى رئيس الجمهورية بتمشي سياسي مخالف لما فعله إلى حد الآن، ويشوف أنه يكلف شخصية قادرة حقيقة على قيادة حكومة جديدة. التفكير من الآن في المشاورات بالنسبة للأحزاب؟ ننصح الأحزاب السياسية أنها تحضر لنا نفسها الانتخابات القادمة، تحضر القوائم نتاعها من تو، ما تقعدش في آخر وقت معناها تجري وتلهت وتلوج كومش ترأس القائمة. هذه قناعتي أنه بعد شهرين باش نتيحوا في الحكاية هذه. على كل حال أعتقد أنه حركة النهضة بكيفية بآلية اختيار السيد حبيب الجملي، بعدم الإحاطة به، بعدم تقديم تصور، بعدم التصرف في الانتخابات في نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة، تتحمل مسؤولية كبيرة في الأزمة اللي وصلنا لها، وإن شاء الله ما تتحملش مسؤولية في اللي جاي في القادم. شكرا لك سي عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام، شكرا على قبول الدعوة حضورك معنا اليوم. أيضا شكرا لك سي صاحبي الخلفاوي بحث العلوم السياسية، وأيضا سي صاحبي بن فرج في التحليل السياسي معنا اليوم. قبل معكم إن شاء الله نهار الاثنين، وأكيد باش تقعدوا تتابعوا الجلسة العامة اللي هي الآن على القناة الوطنية الثانية، وأيضا متابعة طيبة لنشرة الأخبار على القناة الوطنية الأولى. صباح الخير.